بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة، وحتى لا تتحول إلى المتعة القاتلة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك وأعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 687 من برنامجكم ملك وكتابة، واللي هنتواصل فيه مع حضراتكم زي ما تعودتوا في لقاء الخميس حتى الواحدة إن شاء الله. حلقة مهمة جاية في توقيت مهم، لكن المتعة القاتلة إيه؟ أنت اللي أوحيت لي بهذا الكلام. أنت كتبت مقالة مهمة جدا النهاردة بناء على يعني اهتمام الفيفا بالحادث بتاع اللاعب الدنماركي والتوصيات اللي صدرت منه أو النصائح التي صدرت منه. أنا أعتقد أن هذا الحادث سوف يغير كثير من الأمور في كرة القدم. بالتأكيد هنيجي للكلام ده بالتفاصيل، لكن خلينا في الأول نستعرض أبرز عناوين الحلقة. مقالي ومقالوا ارحموهم. الغربال المطلب العادل، لكن في بعضمة لسانه خمسة فرفشة. الشموع الحمراء التتش المرجعية الأسطورية. وفي أسرار الملك ملك الحركات. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. قبل ما ندخل في أولى الفقرات عايز أقول لكم أنه فريق النادي الأهلي في تونس الحمد لله في درجة عالية من التركيز. يمكن إصابة أحمد رمضان بيكهام بشد في العضلة، بكرة يتعمل له أشعة عشان يبان حجم الإصابة إيه، لكن فيما عدا ذلك أفشى شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا وبجاهزية بدنية وفنية عالية. مستر بيتشو موسيماني مطمئن على استكمال القوة الضاربة للفريق بالكامل. الفريق في حالة تركيز شديدة جدا، عنده تقدير كبير للمنافس الكبير الترجي التونسي. كابتن خطيب رئيس النادي ورئيس مجلس الإدارة وصل لهم النهاردة، يعني سافر معهم من البداية المهندس خالد مرتجي والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة، وانضم للبعثة النهاردة عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الجرحي والمهندس محمد سراج. السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس وجه الدعوة للبعثة على العشاء النهاردة. يمكن الكابتن خطيب اعتذر لسيادة السفير علشان يفضل موجود مع الفرقة لمزيد من التركيز، ولبى الدعوة بقية السادة أعضاء مجلس الإدارة شاكرين للسفير الحقيقة الحفاوة والترحاب الكبير اللي بيتقدم للبعثة. مؤكد أن يعني الموقف ده بيترجم حاجة مهمة ومتكررة. أيوة. حرص السفارة دائما على التواجد وتقديم التسهيلات والترحيب وإدراك أن يعني وصول أي فريق كرة ما بالك بالنادي الأهلي هو حدث مهم يستحق المتابعة والعناية والرعاية، والكرم المصري لسفراء مصر، ولكن أيضا بيلقي بمزيد من الضوء والتركيز على مدى حرص النادي الأهلي وقياداته وخصوصا كابتن الخطيب على إتاحة أكبر قدر من التركيز للفريق، وأنه يبقى لصيق بهذا الفريق ولا يتحرك بدونه. ربنا يفوت اليومين الجايين على خير. الحقيقة كابتن الخطيب حرص على توجيه الشكر وتكريم السيد السفير وإهداء درع النادي الأهلي وعلم النادي الأهلي تقديرا وامتنانا على كل ما تجده البعثة من تقدير. ده يمكن زيارة الكابتن خطيب للسيد السفير وتوجيه الشكر ليه وإهداء درع النادي تقديرا للجهد الكبير الحياة اللي السفارة المصرية بكل رجالها بيقدموه للنادي الأهلي. يعني نتمنى اليومين يعدوا على خير، وخصوصا يعني ما انبسطت شوية من حكاية الشاد بتاع بيكهام ده، لأنه ما هو انت هاني مش موجود، كان أحد الحلول المتاحة. أرجو أن اليومين الجايين يعدوا على خير علشان الموضوع ما من يعني ما يوصلناش إلى يعني نبقى عندنا مشكلة في المركز ده. إن شاء الله نيجي لحضراتكم بتفاصيل كاملة عن
اوضاع الفريق في تونس، حاله اللاعبين، جاهزيه بيتسو موسيماني، خطته المحتمله، كل التفاصيل هنسافر بيكم لتونس ان شاء الله خلال حلقه الليله. لكن كما تعودت دائما وابدا، الفريق لما بيكون في مشاركه خارجيه بتكون قناه الاهلي موجوده متابعه لحظه بلحظه، عندكم متابعه حصريه اعتقد حضراتكم مستمتعين بيها عبر كل برامج القناه في معايشه بعثه الاهلي في مثل هذه المهام الخارجيه الكبيره لحظه بلحظه. في تفاصيل كتيرة في حلقة الليلة، لكن كما تعودتم دائما وأبدا البداية مع مقالي ومقالوا. ارحموهم، ارحموهم بجد. الكلام ده مش مننا ومش للاعبتنا بس، الكلام ده من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يا باشمهندس. هو شعر كرة القدم هتتعود إلى لعبة قاتلة. النهارده في تقرير لوكالات الانباء، الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين حذر من عدم، ده مناشدته للفيفا وللاتحادات المعنيه، حذر من عدم وضع صحه اللاعبين في الاعتبار عند وضع جداول المباريات في الفتره القادمه. وقال انه في الشهور المقبله سنناقش بالنيابه عن اللاعبين مع الاتحاد الدولي والرعاه الموقف من اجل وضع جدول بطولات اكثر عداله ومنطقيه، إضافة إلى ظروف أكثر إنصافاً وضمانات لحمايتهم داخل الملاعب وخارجها. انتقد تقرير الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين عدداً من مدربي الأندية الكبيرة، أو اتفق مع انتقادات عدد من مدربي الأندية الكبيرة اللي قالوا أن الجدول المضغوط للمباريات هذا الموسم خصوصاً بالنسبة للأندية الإنجليزية تحديداً اللي بتشارك في 4 بطولات محلية بجانب المشاركات الأوروبية والدولية، كان سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد قد حذر في نوفمبر الماضي من زيادة حالات الإصابة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإرهاق البدني والذهني، وشاف أن ده في خطورة كبيرة على صحة اللاعبين قبل مستقبل اللعبة. يعني لما الاتحاد الدولي يتنبه والاتحاد الإنجليزي والاتحادات الأوروبية تجأر بالشكوى من بدري، وبعدين احنا نيجي نقول احنا هنا في مصر اللعيبه مرهقه، يقول لك مرهقه ايه، ما انت مدين لك 30 لاعب ومدين لك مش عارف ايه، وفين الروتيشن وفين ويتبقى العمليه، لان احنا غير مؤمنين بالعلم. احنا حتى واحنا نحن ننتقد التملي زي ما انت بتقول، وهي جمله دائمه عندك، احسن سباح واللي قاعد على الشط. فدايما تبص تلاقي اللي قاعد على الشط كتير، اللي قاعد على الشط ده عمال يلوم الناس اللي في الميه اللي بتبلبط، واللي يعني ويصلح لهم الستايل ويتكلم واخد بالك، لكن انت ما انتش في الموقف عشان تقدر تفهم ايه اللي بيحصل والاصابات الكتير اللي بتحصل. انت سالتني في البدايه الحقيقه على المقاله اللي انا كاتبها. ايوه. اقراها لنا عشان الناس يعني هي تلم، او قول لنا ايه المحتوى بتاعك. انا قايل الان وفورا، دي مقالتي في الاخبار النهارده. الان وفورا ليه يا جماعه؟ الواقعه بتاعه اللاعب الدنماركي اللي هز قلوب الناس كلها الحقيقه حول العالم، ان واحد يموت لمده 5 دقائق، وبعد كده تلاقي في 3 4 رسائل مهمين جدا من الحادثه ديت. انت قلت نقطه مهمه، الطب الرياضي قبل إيريكسن حاجة وبعد إيريكسن حاجة تانية خالص، وقوانين الكرة والجداول. شوف الاتحاد الدولي بيقول لك ايه، هنصل الى جداول اكثر يعني اهتماما عدالة منطقية للعيبة. بص الاتحاد الايطالي بقى كان بحسم شديد عمل قرار دورات مكثفة في الاسعافات الفورية لانعاش القلب لكل اللاعبين في كل درجات الدوري، قال لك من الدوري الممتاز لغايه كل الاقسام، دورات مكثفه في كيفيه التعامل مع هذه الحالات للمدربين، للاعبين، للاداريين، للاجهزه الطبيه. هنا انا بتكلم على مصر ليه؟ لانه كل التقارير الطبيه اللي اتعملت على حاله الموت المفاجئ او توقف القلب على النبض للرياضيين، قال يا باشمهندس ان هم 3 4 اسباب. إما مجهود زائد جدا، وده اللي بيغلبوه في جزئية ضغط المباريات، أو ظروف طقس حارة تشكل ضغوط كبيرة على اللاعبين، واخد بالك، أو عيوب خلقية وراثية. يعني دي حالات محدش فيها له
وسوء تغذيه وحاجات تانية ناجمة عن ده. طيب احنا عندنا هنا وده اللي انا بتكلم عليه، عندنا كل الاسباب المؤديه الى هذه الظروف. الفرق بالذات فرق الغلابه في الاقسام الدرجه الثانيه والثالثه اللي هي ما عندهاش اي امكانيات، اللعيبه بتلعب في الغالب بالنهار في درجه حراره قاسيه جدا، في جداول مضغوطه، في شباب بيعانوا كتير برضو من عدم الاهتمام بالتغذيه الرياضيه السليمه، وبيبذلوا مجهود لانه عندهم طموحات وامال، ده اللي بيعرضهم لخطر حقيقي. سألت الدكتور طارق سليمان وده كان دكتور في جهاز المنتخب، قال لي وقت ما تولينا الفيفا بعت للاتحادات الوطنية جهاز اسمه الـ AEA، ده جهاز انعاش القلب الرئوي، كل مهمته هذا الجهاز التدخل السريع عند الحالات الـ AED، ده جهاز انعاش القلب الرئوي في حالة التعرض لمثل هذه الصدمات السريعة، فبيعمل له صدمات كهربائية سريعة يقدر ينقذ بيها القلب. احنا هنا ده اللي انقذ اللاعب الدنماركي ورجعه للحياة. الاتحاد المصري لكرة القدم عنده هذا الجهاز، بس عنده جهاز واحد. فأنا بقول يا باشمهندس لازم يكون دي في مباراة الزمالك وأسوان النهاردة اتحاد الكوره في استجابه سريعه الحياه مع اول مباراه ده الجهاز بدا يوفر الجهاز في المباريات. لكن المهم مع توفير الجهاز انا اتمنى ان ده نراعيه في مسابقات الانديه الصغيره او الدرجات الاقل، لانه القسم الثاني والثالث ما دول غلابه، ما فيش امكانيات، ما فيش اجهزه طبيه بتراعيهم او بتتابعهم، وكمان بيلعبوا في ظروف صعبه. فرحمه بيهم نتمنى انه كل الأندية يكون حريصة على توفير هذا الجهاز، والأهم من الجهاز الكوادر البشرية اللي تتدرب على عمليات الإسعاف والتعامل مع الحالات. في حالات كتيرة يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه قبل كده، في ناشف النادي الأهلي لو تذكر رضا محمود برضه في التدريب توفى. القسم الثاني والثالث وأندية كتيرة جدا بتفقد لاعبين يمكن محدش بيسمع عنها. النادي الاهلي لما بيحصل حاجه الناس بتعرفها، لكن الاماكن الاخرى ما بتبقاش فاهم ايه اللي بيحصل. الكلام ده احنا بنتكلم في الكوره. بص يا استاذ ابراهيم، احنا والفولي طبعا كلنا قدريين ونؤمن بان ما فيش حد يعني هيمنع يعني ما فيش حاجه اسمها الموت واجل الموت ولو كانش الجهاز، لكن ما تقصرش، خد بالاسباب واعمل اللي عليك، عشان لما تعمل اللي عليك حتى تشعرني انا كلاعب بالادميه والاهتمام. ادي لك ازاي وانا شايف اهمال او عدم اهتمام او قصور او تقصير. فالمساله عايزه طبعا مرتبطه بالامكانات، ولذلك وزاره الشباب ومع الانديه ومع الشركات الراعيه، ده الشركات الراعيه شركات الادويه بتاعت الاجهزه دي بالظبط، ما تسلمي الاجهزه دي للانديه وللاتحادات وتاخدي اعلانات مقابل كده وترويجيه، ويبقى بالزبط. يعني يبقى في حلول ان الكلام ده اقتصاديا على المستوى الاقتصادي متاح، عشان ده من ناحيه الاجهزه. لكن اللي اخطر من الاجهزه ده اللي في ايدنا بقى. ما احنا مش هنعول على الاجهزه. لان انت لو الاجل جه والجهاز برضه استخدمته ممكن ما كانش حد لحقه، لكن هو ربنا كان كاتب له انه الحادث ده يحصل ويتم انقاذه عشان يبقى في الارم او في جرس. وبعدين خد بالك حاجه، حتى زميله اللي حطه في الوضع الصحيح ده الناس اشادت بيه انه قدر. لا يا استاذ ابراهيم صدقني في وضع التنفس، لا الوضع كلام جميل. كل ده ربنا اراد انه يحصل في وجهه نظري، عشان نتنبه ونبتدي نقول الكلام ده وندرسه ونعلم الناس يعملوا ايه، لان ما كانش حد واخد باله من الموضوع ده. انما ده الحادث ده نبه العالم، وخصوصا كله. انه جاب نتيجه طبعا، يعني انقاذ. النهارده العالم كله اتوحد. تعرف النهارده في شاب على يعني بعت لي حاجه بيقول لي ايه، يا ريت النادي الاهلي يبعت دعوه لاريكسون ده هو اسرته يجوا يستجموا احتفالا بنجاته من هذا الحدث. النهارده الاتحاد الدنماركي قال ان هو هيحتاج جهاز منظم ضربات قلب. طب عنده حاجه طبعا. هو عنده حاجه
انما انا عايز اقول ايه، ان دي هيبقى دعايه ومصر ويشوفوا الى هذا الحدث. هو بيقول كده ليه؟ انه اثر في الناس. اثر في الناس؟ لا، بقى حاله عالميه. بقى العالم كله متابع الراجل ده، منين ما هيمشي هيمشي وراه وهيتابعوه. فطبعا هي فرصه ان احنا نعيد حساباتنا جميعا، واولنا القائمين على تنظيم كره القدم سواء الدوليه او المحليه. لان احنا لما بنقول انا يعني حتى المحليه يعني يعني النهارده سوري يعني خلينا بقى نقطع النهارده لما الفرق الافريقيه بالنظره الضيقه والحسابات الضيقه يقول لك نلعب الساعه 3 الظهر عشان يجهدوا الفرق اللي جايه لهم، ما هم عدم ادميه. عدم ادميه لما تاخدني في ملاعب غير مهيئه وغير سليمه. ما هو ده الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بيقولوا انه بيطالب الاتحادات المناخ والاتحاد الدولي مراعاه الظروف الادميه للعيبه بس كده. فلازم يبقى له سي ما فيش لعب في مناخ حر، لازم ان يبقى فيه رولز بقى. لازم يبقى في كل الملاعب اللي عايز يلعب كره قدم هو عنده ملاعب مضاءه او على الاقل استاد تقام فيه في المباراه دي، وفر الظروف الكويسه. نمره ثلاثة، يعني احنا كلنا بالمره يعني عمالين نقول طب والجماهير الجماهير الجماهير ها، وبعدين نبص نلاقي الـ 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 يعني كره القدم ما بقتش عادله زي ما انت في فخر عندك بتناشد. طب هاجل، مش هفتح الموضوع دلوقتي. طيب ده كان اهم ما في مقالي ومقاله، وازاي الناس المفروض تنتبه لخطوره الموقف، لان احنا بنتكلم في حسابات الحياه، وده مش خاص بكره القدم بس، ما هي بقيه المنافسات فيها هذا العنف والشراسه والالتحام والمجهود في الطايره وفي السله وفي اليد. فنتمنى انه نراعي الحقوق الادميه للعيبه، حط للعيبه المناخ الصالح تؤدي بشكل طيب، مش عمليه حلب للقدرات بطريقه يعني اي يعني الغايه لا تبرر الوسيله. هنا ان انا استكمل مسابقه واشترك في اكبر عدد من المسابقات واضغط مش عارف ايه واعمل ايه، حتى يا اخي لما استكمل والعب بس بجدول. ما هنا رفاهيه احنا احيانا نمارس طرفا لا نملكه. اما نيجي نقول ايه اذا كنت عايز تنظم في موسم كده يبقى استثنائي، اخرج عن الشكل المالوف. يعني لما نيجي نقول تعالوا نجرب دوري مجموعتين بشكل عادل، يبقى من دور واحد يرتب العشرة دول يلعبوا مع بعض والعشرة دول يلعبوا مع بعض بشكل استثنائي، اخرج من المطب ده، اخرج من المطب ده وعشان اقدر بعد كده ارجع اكمل عادي. ما نقعدش بقى نقول لا ده عادل جدا، لان انت في الاخر اللي هيرتب الصعود دوري من مجموعه واحده. يعني الفكره كانت ايه؟ مجموعتين، ده يلعب دوري من دور واحد وده دوري من واحد، من واحد لتسعه هيلعب المراكز فوق وتحت، هيلعب على المراكز الاولى من بس تسعة. انت عارف ان دي مش هتوفر، بس هيكمل الفكره عشان المشاهد يبقى فاهم بنقول لي معاه. من 9 ل 18 بيلعب على المراكز اللي تاليه وصراع الهبوط، صراع البقاء والهبوط، هتبقى عادله لان هنا هيبقى كله بيلعب مع بعضه. بس دوري بس من ما فيش بس لا لا لا، لو الهدف انت عايز توفر وقت، دي مش هتوفر الا 3 4 اسابيع فقط. لا يا استاذ ابراهيم، لا انت هتلعب، لا اتحسبت ما هو دورين من كام فرقه؟ 9 فرق، وهتلاقي نفسك بتلعب التسعه دول هيلعبوا دورين يا استاذ ابراهيم. والتسعه تانيين يلعبوا دورين، دول هيلعبوا في حته ودول في حته. يعني انت 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 عدد الماتشات هنا هيقل وعدد الماتشات هنا هيقل، وتقدر تلعب في نفس التوقيت لان ما لهمش علاقه ببعض. القصد هو المطلوب تدرس يا سيدي خلاص بالزبط. عشان ما نقعدش هنا نقول كلام الوصول لشكل، تدرسوا حاجه يا جماعه يخرجنا من هذه الاشكاليه، انما نقعد نقول ايه مش عارف ايه وضغط الماتشات والسنه الجايه هيبقى مضغوط اكتر. مضغوط اكتر ايه؟ ازاي يعني؟ نتمنى الرحمه باللعيبه شويه. ده كان ابرز ما في مقالي ومقاله، لكن كما تعودتم هناك الكثير في الغربال. المطلب العادل، النادي الاهلي امبارح بعت ثلاث جوابات مهمين جدا في اتجاه المطالبه بمطلب عادل يثق معاه لتعاون كل الجهات المسؤوله في الدوله، واللي دايما وابدا الحقيقه النادي الاهلي كان بيحظى زي كل الفرق الرياضيه الجاده في المنافسات الخارجيه، وزي ما كل حتى المنتخبات الوطنيه
بهذا الدعم والمساندة في كل مطلب عادل. الأهلي بعت الجواب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيطلب فيه حضور جماهير في مباراة العودة مع الترجي التونسي في القاهرة إن شاء الله. بعت جواب للسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بيأكد فيه على مناجدة السيد الوزير التدخل لدعم مطلب النادي الأهلي في حضور جماهير في مباراة العودة مع الترجي، وبيأكد ثقته في دعم ومساندة كل الهيئات الوطنية والجهات الوطنية المسؤولة في الدولة لمساندة الأهلي في هذا الموقف أو في هذه المهمة اللي بيحتاج فيها جماهيره، أسوة بما وجده الترجي التونسي من دعم ومساندة من جهات الدولة والحكومة التونسية، اللي الحياة برغم كل المحاذير الطبية والاحترازية اللي عندهم امبارح وافقوا للترجي على حضور 5000 زادت ل 15، ومتوقع ان استاد رادس يمتلئ كله. وقالوا ان احنا عندنا التزام بالاشتراطات الاحترازية والوقائية اللي بتقرها الحكومة التونسية. بعت النادي الاهلي كمان جواب للمهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بيأكد فيها على نفس المطلب العادل، وبيناشدوا مساندة اتحاد الكرة له تجاه هذا المطلب العادل. والاهلي يا باشمهندس بيأكد او بيذكر انه دايما وابدا كل الجهات المسؤولة في الدولة كانت داعمة ليه ومساندة، وبيأكد لها على تقديره وشكره على كل الدعم في البطولات السابقة اللي كان من الصعب جدا ان الاهلي يحقق ما حقق لولا هذه المساندة والدعم اللي بيلقاه كممثل كبير لمصر في مثل هذه البطولات. تكافؤ فرصه ده معناه لو كان الماتش في الترجي بدون جمهور كان خلاص احنا كمان هيبقى في مبرر والتزام ان احنا نبقى بدون جماهير. اما وان الجماهير اتفتحت، انت بتقول لي دلوقتي 15 من 5 ل 15 بتزيد. يعني 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 واستادات خلاص ثم دام سمحت بالمبدا ما حدش هيعد. لا السعه يا استاذ ابراهيم مهمه. انت عايز برضو لا استاذ رادس الاستاد الرئيسي عندهم الرئيسي بيسع كام؟ 30 40 طيب هيحضر 10 20 ما 15 اللي انا عايز اقوله ايه؟ انت استاداتك هناك عندك امكانيات اكبر واخد بالك؟ فما عندكش مشكله يعني انت لو سمحت برضو ب 15 هيتوزعوا تقصد هتقدر تعمل تباعد واجراءات، ده اللي انا عايز اوصل له. فانت اعتقد ولم تتاخر الدوله يوما عن 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 الدعم. اثق ان هم يعني هيحاولوا هيئوا هذا المناخ المتكافئ او الفرص المتكافئه للمباراه دي في لقاء العوده. يعني مش قلقان قوي، يعني انا اشعر بطمانينه ان الدوله هتستجيب، ودعونا جميعا نراهن هذا الرهان الرابع دائما على وعي الجماهير لما بالزبط. بتقول لها اعملي والتزمي والناس بتلتزم بالظبط، حتى في السلوك الرياضي لما بتناشدها بتحملها المسؤوليه بتلاقي هم بيظبطوا الاداء وبيبقى الدنيا حلوه وكويسه. بس يا ريت الكلام ده يبقى بدري عشان الترتيبات تبقى محكمه ونعرف الجماهير دي نتواصل معاها وتتظبط الليله بالشكل اللي نرضاه جميعا واولنا الدوله. الحاله دي فرصه كمان كويسه للتاكيد للجماهير على الوعي بالاجراءات الاحترازيه. انت طبعا عشان تسمح لجمهور يدخل قبل ما بتدي له تذكره هتتاكد من انه عامل بي سي ار وموقفه الطبي سليم، ويكون بي سي ار حديث يعني قبل المباراه بيوم. دي مسألة حتى في كأس الأمم الأوروبية المقامة دلوقتي الجماهير اللي سامح لها حطوا اشتراط اللقاح، مش هيخش إلا اللي تم تطعيمه، فحصل نوع من التحفيز والتشجيع على ضرورة التلقيح. برضو الدولة في مناشدات كتيرة للمواطنين على أهمية التطعيم علشان نقدر نواجه مخاطر فيروس كورونا. فأنت ممكن تقول شروط التلقيح مش هيبقى في ايدهم حاجه لانه الناس بتسجل وحسب الدور وحسب ظروف التطعيم، بس على الاقل او من المؤكد ان الشخص اللي هيسمح له بدخول المباراه يكون عنده شهاده طبيه انه سليم من فيروس كورونا وانه عامل بي سي ار لغايه قبل المباراه بيوم. دي مساله في الاشتراطات الاحترازيه وفي الشروط الطبيه الصحيه يجب التاكد منها وغيرها من اجراءات والتزامات. يعني احنا اولا
النادي الاهلي واجهزته مؤكد هتكون في كل الاهلي قال المستعد التعاون الكامل الجماهير انا متاكد والاعلام ضروري يقوم بدوره يعني في التوعيه والتسهيل وتبقى والله يعني فرصه ان احنا نجرب العوده. ما هو انت دلوقتي لو في فاينل الاتحاد الدولي بيشترط فاينل في المغرب يا خلاص ما انا بتكلم يا استاذ ابراهيم انا عارف انا عارف انه في المغرب بس احنا بنتكلم على اشتراطات. ما هو يعني هو مصر هتبقى فيها كورونا المغرب ما فيهاش تونس ما فيهاش كله بيعيش هذه الاجواء فطالما ان كله بيعيش هذه الاجواء والعالم النهارده حتى اليورو في جماهير. ما هو اليورو عكس الكوبا امريكا يعني حتى بطوله كوبا امريكا الناس بتنتقدها رغم قوه المنافسه اللاتينيه بس غياب الجمهور مؤثر بعكس الوضع في البطوله الاوروبيه حضور الجماهير اعاد الحياه يعني لما تشوف تصريحات كل النجوم يقول لك احنا سعداء ان احنا نلعب عاد الحياه حضور جماهير والجماهير دي نفسها اتزرعت جواها ثقافه الاجراءات الاحترازيه طبعا يعني اللي داخل مهتم انه يحضر فبيلتزم قوي كده ده وخصوصا عندنا هناك ممكن يبقى الالتزام ده يعني جزء من الثقافه العامه لكن احنا بالنسبه لنا ده هيبقى هو واسرهم وجيرانهم اللي هو تنشيط الوعي الصحي ممكن نستفيد منها كحمله تزيد من الوعي في هذا الامر فباذن الله باذن الله يعني طيب نلقى صدى وقبولا وموافقات في هذا الطلب العادل ان شاء الله. بكره الظهر الاجتماع الفني للمباراه في تونس هيحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ ومعاه المهندس سمير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز. الاهلي بيقول بعض الملاحظات لكنه اهم ما هيركز عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ لفيكتور جوميز حكم المباراه الجنوب افريقي ولمراقب المباراه والمنسق جزئيه الفار دي القضيه لانه كتير حصل في المباريات المهمه في الادوار بالذات المتقدمه سواء سيمي فاينل او فاينل في تونس حصلت ظروف معاكسه لتشغيل خاصيه الفار. شفنا المشكله الكبيره اللي حصلت في مباراه الوداد في الفاينل وشفنا في مباراه العوده مع الاهلي ايضا. فالكابتن سيد عبد الحفيظ او وفد النادي الاهلي في الاجتماع الفني بكره اهم ما هيتم التركيز عليه مع طاقم التحكيم ماذا لو لم نجد خاصيه الفار او تقنيه الفار؟ ماذا لو تعطل فجأة قانونية استكمال المباراة عشان تبقى المسائل. بصوا الأهلي مع الترجي سمنع العسل العلاقة في أفضل حالاتها المنافسة الاستقبال اللي لقياه الكابتن محمود الخطيب والبعثة في مطار قرطاج هتشوفوا تفاصيله السعيد الأهلي بيها جدا وممتن للأشقاء في تونس بس احنا بنتكلم على ضوابط المنافسة وتوفير العدالة بين كل الأطراف. ما هو الفار ده مش هيبقى أهلاوي ولا ترجاوي لكنه هيضمن إقرار جزء من العدالة في المباراة. لما تكون تكررت مثل هذه حوادث تغييب الفار في مثل هذه المباريات والكاف قال إن الفار موجود وطاقم الحكام الفار وصلوا تونس وحتى الأجهزة الخاصة بالفار وصلت يبقى بنتكلم على التشغيل وضمانات سلامة عمل غرفة الفار. ده أعتقد القضية المهمة جدا في الاجتماع الفني بكرة للكابتن سيد عبد الحفيظ مع الجانب التونسي الشقيق ومع حكام المباراه ومراقبيها. نتمنى يعني ان الامور تمشي بشكل مريح المره دي. التدريبات طبعا تسير على افضل وجه سواء حراس المرمى او بقيه اللاعبين في تدريبات متنوعه في مران الاهلي. زي ما قلت لكم كان بيكهام اشتكى من اجهاد في العضله الضامه وهيخضع للاشعه عشان الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله يطمئن على حجم الشد وظروفه ايه في الفتره اللي جايه. غياب محمد هاني مؤكد طبعا زي ما انتم متابعين. هناك بدائل اكيد فنيه كتيره جدا مستر بيتسو موسيماني مش قلقان منها خالص وعنده ثقه كبيره جدا في اللعيبه واللعيبه الحقيقه مقدره جدا الموقف والحرص على تحقيق نتيجه جيده باذن الله في رادس قبل مباراة العودة في القاهرة. كابتن سيد عبد الحفيظ وهو واحد من الناس اللي كانت عاشت ظروف هذه المباراة حتى في ملعب رادس. كلكم فاكرين مباراة 2001 والهدف الشهير اللي جابه الكابتن سيد عبد الحفيظ كلاعب.
بيأكد الآن وهو مدير كرة على أن مباريات الترجي دايما صعبة. قال أن احنا هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في رادس، وقال كمان الأهلي والترجي الاثنين يمتلكان كل مقومات الفوز بالبطولة، وعنده تقدير كبير جدا هو والجهاز الفني لمستوى الفريق التونسي ونتائجه في البطولة. إذا كان الأهلي يا باشمهندس عنده مستر بيتسو موسيماني صاحب 56 سنة وصاحب المشوار الطويل في البطولة الأفريقية، الجانب التونسي عنده معين الشعباني 39 سنة، يعني هو أصغر شاب، أصغر كتير من بيتسو موسيماني، ودرب أندية كتيرة جدا وفاز باللقب وجرب حلاوة الأميرة زي ما جربها بيتسو موسيماني. شوف كل واحد فيهم عنده ميزاته وعنده استقراره مع فرقته بقاله فترة. يعني المفروض ان موسيماني على الجانب المعرفي بالفريق الموسم ده اكثر دراية، فهو حقق نجاح الناس تنتظر منه الاستمرار على هذا النجاح بشرط انه يفضل على وعيه بان دون ان يتوتر هو. يعني ما انت دايما احنا بنقول ايه، خد بالاسباب، ايوه اعمل اللي عليك، فكر بطريقتك كراجل محنك، عودت الناس على انك انت بتعمل مفاجآت بس مفاجآت فنية محسوبة، العب بطريقة تحقق لك اهدافك، ولكن احنا مدركين ان في نسبة من التفويق بتصادف اي حد، محدش هيلومك لما تعمل اللي عليك، هتجد بعض الانتقادات وده يقولك ما لعبش فلان ليه معليه، لكن الغالبية العظمى عندما تأخذ بالاسباب وتعمل اللي عليك وباذن الله الاهلي يعمل مباراه حلوه. يعني الله. ايه يعني فيها شخصيه الاهلي ان شاء الله. يعني الحلاوه هنا مش دايما المتعه بالعكس، الماتشات اللي فيها تكتيك زياده يمكن الجانب الجمالي فيها بيبقى اقل شويه، لكن جانب قوه المباراه بيبقى عالي جدا، والناس بتستشعر قدره المديرين الفنيين على اداره هذه المباريات ورغبه الفريقين ونجومهم. فاعمل اللي عليك ولعبتنا تلتزم وتنتظم، وربنا يدينا الجانب البدني اللي يسمح لنا بالتنفيذ ان شاء الله. طيب موسيماني بعد صن داونز درب الاهلي، يعني في الكارير بتاعه المهني الاهلي بعد صن داونز مع الاهلي لعب 44 مباراه، فاز في 31 مباراه، اتعادل 9 مرات وخسر 4 مباريات فقط بيتسو موسيماني مع الاهلي في كل البطولات اللي شارك فيها، سجل 83 هدف الاهلي تحت قيادته والاهلي استقبل 31 هدف في قيادته. طبعا زي ما قلت لكم الجنوب افريقي درب صن داونز ثم الاهلي. منافسه بقى الشاب التونسي اللي بقت عنده خبرات كتيره الحقيقه بالبطوله الافريقيه معين الشعباني 39 سنه، درب حمام الانف ثم الترجي ومستمر مع الترجي من فتره، يعني برضه هو اخر عنده استقرار فني كبير. طوال مشواره مع الترجي لعب 128 مباراة، فاز في 84 يعني هو يعني أكثر استمرارية. ما أنا بقول لك فاز في 84 مباراة، اتعادل 25 مباراة وخسر 19 مباراة، سجل الترجي في قيادته 211 هدف واستقبل 111 هدف. الأرقام بتقول إنه ده عنده استقرار. الترجي فريق كبير بقاله 5 سنين بطل الدوري التونسي، منافس جيد ومتواجد باستمرار في الادوار النهائيه لدوري الابطال، عشان كده المباراه بين كبيري القاره بالمعنى الفعلي. كل الناس بتصنف المباراه دي انها يعني مباراه ذات قيمه فنيه خاصه. وان كنت انا شايف الكلام ده اتقال واحنا بنلعب صن داون، وباذن الله لما نتجاوز هذه المباراه هنلاعب الوداد هيتقال تاني او كايزر تشيفز. وغالبا يعني الناس بترجح كفه الوداد، لكن كره القدم ما فيهاش الكلام او الحسابات المسبقه دي. احنا قلنا الاربعه دول ما وصلوش يعني بشكل عشوائي او بضربه حظ. هم اربعه وصلوا بجداره، اهلي ترجي كايزر تشيفز وداد. وبالتالي بس احنا ماتشاتنا مع الوداد اكتر من كل الفرق دي. ودايما فيها مع الترجي تقصد؟ مع الترجي فيها الطعم ده. طعم خاص شويه. ونتائجنا بتدي هذا الطعم
تحس ده الديربي الافريقي بجد. ده مذاق تاني. يعني انت اي مباراه في ارضك او بره ارضك ما انتش عارف نتيجتها ايه. والحقيقه حتى في مباراه الدور اللي فات البعض لاحظ انه المباريات الكبيره بتبقى فيها تركايه للمدربين. يعني بيتسو موسيماني هو بيواجه الوداد الصن داونز فاجئ الناس كلها بالمركز الوهمي لرامي ربيعه انه يبقى ليبرو خط الوسط او قدام السرد باكين، كانت جديده بس شغل بيها حاجه معينه وخلص بيها على فكرة الهدف اللي هو عايزه. سبق ان اتعملت اكتر من مره. لا ما هي ما فيش يعني لكنه بيفاجئ بيها الخصم. لا هو الفكره ودي شرحها كويس قوي امبارح الاستاذ نجيب المستكاوي استاذ حسن هذا الشبل من ذكر لا انت تحس ان هم في السن ده لا ستايل واحد لما وصل للسن ده بالزبط. الشكل وطريقه الكلام والعقليه الذهنيه الاستاذ حسن المستكاوي شرحها كويس قوي امبارح مع اعتقد كان ابراهيم عبد الجواد وكلموا على الماتش ده قال له انا صن داونز بعتبره احسن فريق كوره وبيلعب كوره في افريقيا صحيح ومش مساله ان الاهلي استطاع ان يتجاوز المباراه بجداره فوز وتعادل ان الفرقه دي لا انما ده يعود الى ان موسيماني عرف يلعبهم ازاي لان لو لعبهم كوره كان ممكن الدنيا تتغير كوره مفتوحه يعني فده جزء من اللي انت بتقوله بقى لماذا فكر موسيماني بهذا لانه كما اشار الاستاذ حسن المستكاوي حط في دماغه النقطه دي هو مرن دول وعارف امكانياتهم فلعب الطريقه اللي ممكن ولذلك مش عايزين على طول ان احنا ننتظر كل ما نتمناه في كره القدم. عارف معين الشعباني على حته التركايه اللي ممكن تفرق كتير المباراه اللي فاتت بيلعب مع شباب بلوزداد الجزائري هو خسر في الجزائر 2-0 جه في تونس ظروفه صعبه جه في تونس سجل جون عايز هدف ويلعب ضربات جزاء قبل النهايه بحوالي 7-8 دقائق غير حارس المرمى ونزل الحارس اللي هو في وجهه نظره بيصد يقدر يتصدى فالناس كلها قالت لك الله ده هو لسه ما جابش التاني ازاي هو عمل التغيير ده كان ممكن يستنى لاخر دقيقتين ويلعبهم في اخر دقيقه عشان بس هو حب يعمل ايه حب يعمل رساله للعيبه ان الجون جاي جاي بيرفع حاله التركيز الشديده عند اللعيبه وحاله التفاؤل وحاله الاصرار على المكسب وقد كان بمجرد ما عمل التغيير الناس لعبته شمت طبعا ناحيه الجون جاي ده تحليل فزاد يعني الضغط النفسي ده تحليل وسجل ده تحليل مبني بس صدقني مبني على واقع حدث لو هو بالتغييره دي كان لبس جون بدل ما يجيب جون كان هيتقال كلام تاني لكن هو تحسب قال لك انا ما قداميش انا دلوقتي هندفع للهجوم ما قداميش غير ان انا اجيب جون طب لو جبت جون ملاعب الراجل يعني هو حسب حسبه وربنا اكرمه فيها لكن مش معنى كده ان الناحيه المعنويه دي قلبت لا التركيز للعيبه يعني انت برضو بتدور على ازاي تقدر تنشط حافز اللعيب في اللحظه القاتله ده دي خبره مدرب برضو تفسير ماشي يعني همشي معاكم لا لا, لا 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 يا استاذ ابراهيم اصل الجون اللي نزله مش جون ضعيف يعني هو لما يغير بتاع لازم الفرقه تجيب جون لا طب هو ده كلام هو اللعيبه هو تحسب اللعيبه ممكن تهمد في فتره تهمد ازاي خلاص الفرص ضاعت والوقت بيمر يعني هو لما لقى غير جون قال الله ده احنا حط اللعيبه في المدة ده تفسير هم ده اللي اتقال لان دايما النتيجه بتحكم التقييم فالناس هناك سعدت جدا بهذا 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 انها فكره نجحت لا الفكره مش بس نجحت ان لما وصلت ضربه جزاء الجون يصد كان له اذا يا الله ده توفيق ربنا بقى ده اللي دايما انت وانت بتاخد بالاسباب عايز هذا العنصر المهم القصد من ده ايه مباراه السبت بين اتنين مدربين في رادس بينهم هذه الخبرات الكبيره جدا بيتس وموسيماني عنده خبرات بالبطوله الافريقيه كبيره جدا عنده خبرات حتى بمواجهه الشمال الافريقي الترجي والوداد هو كتير لما قابلهم مع صن داونز وقابلهم مع الاهلي وتفوق وان شاء الله يتفوق في رادس يوم السبت نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم من جديد
زي ما قلنا لكم من الاول، مناشده النادي الاهلي ل وزاره الشباب والرياضه ولوزاره الصحه، لان الحقيقه وزاره الصحه لعب مهم في هذا المجال، فكره دخول الجماهير للمباريات، فكره توفير كل الاشتراطات الصحيه والاحترازيه، فكره الحصول على الموافقات من الجهات الطبيه والصحيه المسؤوله، دي مساله مهمه جدا في تنظيم المباريات. عشان كده مناشده النادي الاهلي لكل الجهات المسؤوله في الدوله السماح لجمهوره بحضور عدد ممثل في مباراه العوده اللي هتكون يوم 26 ان شاء الله الجاري في استاد الاهلي والسلام. ده ملعب الاهلي، ده الاهلي يقدر يقدم فيه كل المساعدات اللي تفي بكل الاشتراطات المطلوبه امنيا وصحيا وعلى كافه الاصعده. علشان كده الاهلي عنده الثقه ان شاء الله انه هذه المناشده يا باشمهندس تجد اذانا صاغيه وتجد دعما متكرر ومعتاد. انا متاكد من حرص الدوله على دعم النادي الاهلي. ايوه. ومتاكد ان مع الضوابط والالتزام المتوقع من النادي الاهلي والمنظمين والجماهير، اعتقد ان احنا نقدر نقدم نموذج رائع جدا حتى يفيدنا في الماتشات الدوليه عندما نحتاج الى هذه الجماهير. والحقيقه انا كنت وبعدين عندنا يعني من دلوقتي نبتدي نقول للناس اعملوا 1 2 3 عشان تعرفوا تاخدوا التذكره وتخش. يبتدوا يلحقوا يعملوا الاجراءات. فهتبص تلاقي اذا كنت انت عايز مثلا بتقول عايزين 20,000 هتلاقي 50,000 واحد بيعملوا الاجراءات. يعني هتساعد في تنميه ثقافه وحماسه الناس للالتزام واتخاذ الاجراءات، سواء كانت مسحه او تطعيم او اي حاجه يعني. والحقيقه النادي الاهلي وحتى كل المنظمين للمباريات في مصر بقت عندنا الاليات الحديثه والمنضبطه. انتوا بتتكلموا على تجربه تذكرتي وتجربه الفان اي دي وحتى اشتراطات البي سي ار، كل هذه الاليات. انت بتتكلم على القدره بقى التنظيميه بتاعت النادي، القدرات التنظيميه للنادي الاهلي ولكل حتى الشركات المعنيه اللي اشتغلت في هذا الملف بقت عندها خبرات كبيره جدا، تقدر تنظم احداث اكبر من كده وبحضور جماهير اعلى من كده. ومش بالضروره بالمناسبه الاهلي فقط، حتى بيراميدز وهو بيشارك في نصف نهائي الكونفدراليه قريت مناشدات ليهم ان هم عايزين مباراتهم مع الرجاء المغربي تكون بحضور جماهير. من المؤكد انه الدولة تسعى بكل الجهات المسؤولة فيها عبر وزارة الشباب والرياضة، عبر اتحاد الكرة، حتى لو الناس تصورت لتوفير كل هذه الآليات المتطورة والمنضبطة في خدمة الأهلي وخدمة بيراميدز وخدمة كل الفرق المتأهلة إن شاء الله، لأنه حتى المنتخب الوطني هيخوض تصفيات كأس العالم. ده اللي أنا قصدي عليه. يبقى أنت عندك تجربة تقدر تستند إليها في التنظيم بالزبط. وفي الالتزام وفي الناس إزاي تقدر تكتسب ثقافة أروح الملعب أعمل إيه؟ نتمنى إن شاء الله إنه ده يتم حسمه، وعلى فكرة الحسم المبكر فيه مهم علشان نقدر تتعمل الترتيبات صح، علشان تقدر تاخد كل الإجراءات. أنت بتتكلم في اشتراطات احترازية، بتتكلم في شروط صحية، بتتكلم في آلية توزيع التذاكر ل أنت عارف يا أستاذ إبراهيم، هقول لك حاجة بقى مهمة. أنت عارف لو كان الكلام ده يطلع قبل المباراة من هنا الموافقات دي، هتظبط أداء المدرجات هناك. ما هو انت لو انت مطمئن ان مفيش جمهور هنا، ممكن تلاقي بعض الحاجات اللي يعني قد تحدث، مش بقول لازم تحدث. فانت من تكافؤ الفرص ان انت بتلعب قدام جماهير خارج ملعبك، يبقى الناس عارفه ان هي كمان هتلعب امام جماهير خارج ملعبها. يعني ده مهم جدا. الحقيقه الاستقبال كان رائع جدا للاهلي في تونس، لانه اللي حصل من استقبال رئيس الترجي، تقريبا كل اعضاء مجلس الاداره، كل المسؤولين عن النادي التونسي، مع طبعا السفير المصري ايهاب فهمي، كل الناس كانت في استقبال البعثه شيء يليق بمنافسين كبار. الطبيعي واللي اعتدنا عليه، ها، ما عدا ظروف بفعل فاعل، ها، لكن الطبيعي ان العلاقه بين الاهلي، العلاقه بين تونس ومصر علاقه رائعه جدا. واحنا قبل كده قلنا ان احنا في شمال افريقيا بنشعر بدفء المشاعر ناحيه المصريين. هناخد تجربه الاهلي، كل واحد يتكلم على تجربته. الاهلي بيجد هذه الحفاوه، ها،
وهذا الترحيب وهذا الدفء من جماهير الاهلي، وكان ده جماهير الترجي والاهلي كانوا يتبادلوا الاستضافه. ايوه يعني لما كان جماهير من شباب الاهلي تروح الترجي تلاقي استضافات من جماهير الترجي ليهم، والعكس الصحيح هنا في مصر. العلاقات كانت رائعه جدا لحد ما ربنا مسيهم بالخير ويجازيهم بقى على قد نيتهم اللي بيعبسوا، اللي حاولوا وعبس كتير، اللي بيعبسوا في هذه العلاقات. لكن الطبيعي انك تجد هذه الحفاوه، والطبيعي ان هم يجدوا اكثر منها في مصر. الحقيقه السيد فتحي المؤدب رئيس نادي الترجي، اسم على المسمى، ما شاء الله، يعني في حرصه لدرجه انه قيل انه ما راحش عمره استقبل بعثه رياضيه في المطار الا مرتين، والمرتين كانوا مع النادي الاهلي. ايوه ما بقول لك بتاعت علاقه خاصه. احد مراسلي القنوات التلفزيونيه التونسيه في المطار سال الكابتن الخطيب: انت عارف اول مره سيد حمدي المدي بيجي المطار مخصوص على شيء؟ عشان لعب من الاهلي والترجي اخواتي، يعني احنا كلنا المفروض دي فرقتين كبار جدا في افريقيا. يعني انت عارف اول مره سيد حمدي المدي بيجي المطار مخصوص على شيء؟ عشان لعب من الاهلي والترجي اخواتي، يعني احنا كلنا المفروض دي فرقتين كبار جدا في افريقيا. يعني اهلي والترجي اخوات، واول مره يروح، يعني هو ده اللي انا بتكلم عليه، في خصوصية في العلاقة. نتمنى ان احنا نحتفظ بهذه الخصوصية، وان كرة القدم مهما بلغ تنافسها لا تفسد هذه العلاقات. طيب الاعلام التونسي هيثم الرشدي ايضا في قناة الام بي سي زميل مهيب عبد الهادي سأله عن اجواء استقبال بعثة الاهلي، نشوفه قاليه. وشفت اليوم الاستقبال الكبير على فكرة مهيب، رئيس الترجي كان تحول للمطار لاستقبال الفريق مرتين في التاريخ، مرة كانت سنة 2010 لما استقبل الاهلي المصري، والمره الثانيه كانت اليوم لما استقبل ايضا الاهلي المصري. وشفتوا الاستقبال كان حتى داخل مطار توس كارتاج، حتى عند نزول طائره الاهلي المصري، وكان رئيس الترجي مرفوق يعني بسله من مسيري الترجي هذه التونسي بنائب رئيس، تقريبا الوفد الكل بتاع الترجي، الهيئه المديره للترجي الكل تقريبا كانت حاضره اليوم في استقبال الكابتن الخطيب. صراحه كالعاده اللي عودنا باخلاق عاليه وتربيه كبيره. تمام. النهارده يعني استقبال رئيس الترجي ورئيس النادي الاهلي دي اشاره للجماهير. اكيد. اكيد مهيب، انت تعرف العلاقه بين الترجي والاهلي، معناتها زوز من افضل الفرق في افريقيا، وخاصه خلينا حتى من الفرق زوز من افضل شخصيتين في افريقيا، كابتن الخطيب وسيد حمدي المدبي. صراحه حمدي المدبي ما تشوفوش في تونس راه مهيب، معناتها حتى جماهير الترجي متوحشه برشا تشوف سيد حمدي المدبي، وما يظهرش في الاعلام وما يخرجش. وخليني ناكد لك مهيب، هذا اول رئيس فقط الرؤساء الاثنين اللي استقبلهم سيد حمد المدب في مطار توس كارتاج هم كانوا رؤساء النادي الاهلي. كلام بيتحدث في نفس الاطار، العلاقات والخصوصيه وقيمه الاهلي، ويعني لكن عايزين نشوف بقى الكلام الثاني. لا هو الحقيقه التاكيد على هذا الاستقبال لقى صدى في الاعلام التونسي وفي الاعلام المصري، فاتكلم الزميل سيف زاهر على هذا الترحاب اللي وجدته بعثه الاهلي. ان انت تروح تونس وتستقبل استقبال جيد ده شيء عادي، ان مسؤول الترجي يطلعوا يستقبلوك ده جايز، انما رئيس نادي الترجي يطلع يستقبل فريق النادي الاهلي وهو الاستاذ حمدي المدب، لان المعروف عنه ان هو راجل الحقيقه مرحب جدا وراجل على ذوق عالي جدا، ولكن بالبلدي كده خطوته عزيزه، يعني ما طلعش قبل كده او قلما ما يطلع يستقبل حد جاي، ولكن ان هو يطلع يستقبل النادي الاهلي في وجود الكابتن محمود الخطيب اكيد ليه حسبه مختلفه. هو فعلا خطوته عزيزه، بس هو طالع للاهلي اللي معاه محمود الخطيب. وجود الكابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي بيخلي دايما مراسم الاستقبال مختلفه، مع شخصيه كبيره زي رئيس نادي الترجي حمدي المدب، وزي ما قلت لكم خطوته عزيزه، ولكن الاهلي كمان غالي. بنوجه له كل الشكر للاستقبال الرائع ده، لان احنا الحاجات دي بتفرق معانا بشكل كبير، بتفرق في علاقات الانديه، وما كانش عندنا شك في كده. طب ده في نفس الاطار، اطار الكلام
في العلاقة الخصوصية، وقيمة تواجد رئيس بعثة بحجم الكابتن محمود الخطيب بتشجع أو بتخلي الناس عايزة تعمل حاجة خاصة للنادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب. لكن هي في الآخر لو لم تكن أصلا المشاعر دافئة ما حدش هيتحرك. فالحمد لله، حتى الكابتن سيف قال يا بخت الأهلي بالخطيب. طبعا يا بخت الخطيب بالأهلي، ويا بخت الأهلي بالخطيب وبكل قيادة على هذه الشاكلة اللي استمتعنا بيهم عبر تاريخ النادي الأهلي، ويا بخت الأهلي بأولاده اللي يجوا يحافظوا عليه كما يحافظ، يعني زي ما يكون في دستور كده بيورثوه لبعض. الأندية الشعبية الكبيرة يفرق معاها الرئيس النجم؟ مش إذا بحسب الرئيس النجم. اه إذا كان النجم هياخد النادي في إطار نجوميته، أيوه، هيبقى خطر. ولو وظف النجومية، لو الرئيس النجم تواضع أمام نجومية تاريخ المكان آه. ها؟ والمكان آه. نفسه يا عظمة. وده اللي بيحدث في النادي الأهلي، اللي هو تطويع النجومية. أنا مش نجم أمام النادي الأهلي. الأهلي أنا هو النجم. أنا لا أتعامل مع النادي الأهلي إن أنا نجم، ولكن أنا نجم بسبب النادي الأهلي. هذا هو المعنى اللي بيؤكده كل رؤساء النادي الأهلي النجوم. الحكم فيكتور جوميز الجنوب أفريقي، نتمنى له التوفيق. يعني ما هو هو حكم كويس، بس ربنا يوفقه. نتمنى إن شاء الله تعالى كل التوفيق للأهلي في هذه المواجهة المهمة جدا، اللي تعتبر نهائي مبكر، أو هي بالفعل كثيرا ما التقى الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال. هذه المرة المسألة في نصف النهائي، مواجهة مرتقبة جدا. صحيح أن التاريخ بيشهد للأهلي بتفوق في المواجهات الثنائية مع الترجي، لكن حاضر المواجهات أيضا يشهد بقوة الترجي وجاهزية الأهلي. الاثنين على الموعد في السادسة مساء السبت القادم إن شاء الله. كل التوفيق للنادي الأهلي، وكل الدعاء أنه بيتسو موسيماني يضع في حساباته الفنية والتكتيكية ما يساعد الأهلي على العودة من رادس بنتيجة جيدة إن شاء الله. طيب، فاتنا في البداية أن احنا نبارك لرجال الكرة الطائرة الفوز على الاتحاد والتأهل لنهائي كأس مصر. رجال الكرة الطائرة الحقيقة في مشوار حصد البطولات تباعا، وصلوا لنهائي كأس مصر. المباراة أقيمت على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، شهدت أداء قوي جدا من جانب الفريقين قبل ما ينهيها رجال الأهلي بالفوز 25-21، 25-14 و25-15 ليتأهل الأهلي للمباراة النهائية. يلعب بكرة الزمالك إن شاء الله مساء الجمعة. الزمالك تخطى طلاع الجيش، هيواجه الأهلي في صالة نهائي قناة السويس. مباراة قوية فيها ندية. لكن أنا عايز أحيي الاتحاد السكندري. يعني الاتحاد السكندري بيرعى كرة القدم، دي عملية مش سهلة. وإذا به يحتكر التفوق تقريبا في كرة السلة لعبته عربيا حتى وكل ما بيخش بطولة، يعني انت عارف لبنان دي هي سلة بيروح صحيح. يعمل فيها حاجات كويسة صحيح. فعارف يعمل فريق، حتى لما بيجي جيل بيبطل ثقافة كرة السلة موجودة عنده بيلحق بسرعة يبني فريق في خلال سنتين عمل صحيح. الفريق ده فانه يضم طايره بتميز، فكمان يجيب الطايره بيتفوق. انا اشفق عليهم، لان مش سهل انك تبني ثلاث فرق بالقيمه دي دلوقتي. لا، فريق كره القدم في الاتحاد النهارده كل الناس قبل ماتشاتهم بترشحوا للفوز. يعني قبل الماتش النهارده بتاع الاتحاد السكندري مع المقاصه، الترشيحات كانت في صالح الاتحاد السكندري رغم بعض الغيابات. فاكتسب ثقه الجمهور والنقاد والمتابعين. انا شفت فريق يعني النتيجه تبان لك ان هي يعني وان سايد جيم، لكن لا، في لحظات خصوصا الشوط الاول، لا، الاتحاد السكندري بيقدم كره طايره جميله جدا. كل التوفيق لنادي الاتحاد السكندري واي نادي كبير يضم، يعني تبقى سياسته ان يضم هذه الالعاب ويتفوق فيها. وكل التوفيق لرجال الاهلي الابطال الحقيقه، دول أبطال الرفال، إن هم يقدروا يحصدوا كل البطولات، ويكون الأهلي مع
فريق الكرة الطايرة سواء بنات أو رجال هو الأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى العالم. أعتقد ده رقم أسطوري جدا لهذه الفرقة اللي انتوا قليل عليهم ملوك الصلاة. طائرة الأهلي أصبحت بالفعل أساطير الصلاة، لأنه الإنجازات اللي بيحققوها والمكاسب اللي بتتحقق بشكل أسطوري غير متكرر الحقيقة. كل التوفيق ليهم في المباراة النهائية عشان يكملوا سلسلة الألقاب. احتكار الألقاب، ونسعد بيهم. والحقيقة أنت بتبص تلاقي الأجيال متوالية، أجيال متوالية. أنت في كل مركز عندك دلوقتي بسم الله ما شاء الله أكثر من 2 لعيبة على نفس المستوى في فريق النادي الأهلي. طيب دي الكرة الطايرة. في كرة اليد كمان الأهلي ضم مصطفى خليل، كان واحد من ناشئي النادي الأهلي وخرج انتقل للزمالك. النادي الأهلي بيستعيده بعقد لمدة 4 مواسم، والكابتن طارق محروس بيأكد ثقته الكبيرة وسعادته بهذه الصفقة وبتدعيم فريق كرة اليد بهذا اللاعب. مصطفى خليل من جانبه عبر عن سعادته بالعودة للأهلي وقال لك ده بيت اللي أنا تربيت فيه، لا يمكن أن أنا أقدر أوصف سعادتي بالعودة. كان عندي عروض كتيرة جدا، لكن بمجرد ما الأهلي يكلمني كان أولويتي أن أنا أرجع لبيتي. أرجو أن هو يحقق طموحات الأهلي ويحقق طموحاته من خلال هذه العودة بإذن الله. ده كان كل ما لدينا في الغربال، وأيضا كل ما لدينا من أخبار أعتقد بتسعد كل الأهلوية. لكن دايما وأبدا الكلام المهم بعظمة لسانه، 5 فرفشة. 5 فرفشة. وأنا من امبارح عارف إن المهندس عدلي لما المباراة بتقرب أعصابه بتشد شوية. حبيت أرفع عليه، حبيت أرفع عنه وحبيت أحطه في مود يخفف عليه شوية قبل مباراة الترجي اللي أنا عارفه مش هيشوفها طبعا. لكن مين قال مصر ما فيهاش كوميديا؟ مين قال إن الكوميديا في مصر انحصرت؟ لا بوفاة سيد زيان ولا يونس شلبي ولا كل فنان الكوميديا. الإعلام الرياضي وبعض البرامج بعينها لا، فقرات كوميدية تنافس أي مسرح كوميدي في مصر دلوقتي، وهتشوفه هتشوفه حاجات فعلا تضحك. عشان كده اخترنا للمهندس عدلي الفقرة دي 5 فرفشة. اوعوا تاخدوها بجد، خدوا بالكم احنا بنهزر. قبل ما ندخل في 5 فرفشة، قضية الأهلي وفوز الأهلي وتتويجات الأهلي وتوقيتات لعب النادي الأهلي بتصير مشاكل هنا في الداخل، وبنقدر نرد وبنقدر نقول يا جماعة ارجعوا للجدول تشوفوا، يا جماعة الزمالك لعب عدد من المباريات في الفترة دي أقل من اللي الأهلي لعبها. الأهلي مش بيلعب والزمالك بيلعب مبارياته المضغوطة، الأهلي مش بيتفسح في الساحل، الأهلي بيلعب في أفريقيا. عايز تسفره يلعب في تونس وفي نفس اليوم يواجه المقصة، خلاص بقى اعملها. لكن اللي حصل مع الأهلي حصل مع الزمالك في كل مناسبة الزمالك شارك فيها خارجيا. ده الكونفدرالية يعني ده احنا في فترة سنة الكونفدرالية رئيس نادي الزمالك حلف بيمين 3 ما هيلعب وما لعبش. لعب 3 ماتشات في 40 يوم، 40 يوم. ومع هذا بنقول المشاركات الخارجية كل مجالس إدارات اتحاد الكرة اللي بتبقى موجودة بتحاول تقدم لكل نادي مشارك التسهيلات الممكنة. اللي اتعمل للأهلي اتعمل لبيراميدز، لكن العين على الأهلي حتى من الإعلام العربي، وهي دي نقطة الأهمية. لأنه لما الانطباع السلبي يوصل للأشقاء العرب ونلاقي بعض الإعلاميين العرب بيتبنوا هذا أو بيتبنوا نفس النظرة للنادي الأهلي وتتويجاته، لا نقف ونتناقش. كان في احد الاستوديوهات العربيه الاستاذ عادل محمد الحمادي، اعلامي اماراتي، الامارات ليها كل الحب والتقدير، وطبعا علاقه مصر بالامارات علاقه يعني فوق الوصف في التميز. هذا الزميل الراجل زملكاوي وده حقه، يعني في ناس اهلاويه وناس زملكاويه وناس بتشجع النادي ده وناس بتشجع ده أمر لا يضير وما بنقفش عنده. لكن لما يبقى تبني الرأي بهذا الحد لا، نسمعه ونتكلم. موسيماني لا شك بأن فريق الأهلي محظوظ بالموسيماني، حصل مدرب
يعني ولا موسيماني محظوظ بالاهلي الاثنين. انا هذا بكمل كلامي وبقول انه هو محظوظ ايضا من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يفرش له الورد على الارض ويمشي ملكا. كيف يعني؟ يعني الان شوف جدول الترتيب، الان هو يتحدث عن نفسه، نادي الاهلي متاخر 6 مباريات عندنا موضوع جابت عندنا عن المتصدر اللي هو نادي الزمالك بالتوتر يعني 15. ايه فاذا وهذا الرقم مؤهل لزياده قد يصل الى الثمان مباريات. يعني الانديه الاخرى في مصر ما تحصل هذا الدعم من الاتحاد، منتخبات في دولها ما تحصل الدعم من الاتحاد مثل ما يحصله النادي الاهلي، وكان يعني النادي الاهلي كان منتخب مصر حدو بخدوم الاهلي المصري. لا لا, لا انا هذا انا اقول لك ارقام موجوده والجدول يشرح. يعني لما يلعب الزمالك كل 72 ساعه مباراه والنادي الاهلي يطلب تاجيل مبارياته، يتم موافقه للنادي الاهلي ولا يتم الموافقه على الاهلي على الزمالك؟ فهذا شو تفسيره لما يخرج رئيس الاتحاد ويقول لا للتاجيل للزمالك حتى لو عاد في نفس يوم المباراه راح يلعبها، ويشكر النادي الاهلي. على فكره النادي الاهلي هو من يختار متى تلعب مبارياته، وهذا لا يحدث في العالم بأسر مع اي اتحاد. اختار ان يلعب انت مسؤول عن كلامك. نعم موجود كل التصريحات موجوده. اختار ان يلعب في التوقف اللي حاصل بسبب تجمع المنتخب الاولمبي. بعد ذلك شوف الأدهى والأمر من هذا، بعد ذلك طلب أن أنا لا أنا راح أحرم من لعيبة الأولمبي وما بلعب في هذا المنتخب. هو الذي يختار وهو اللي يلغي اختياره. فهذا طيب. هذا لا يحصل عليه أي نادي وأي مدرب في العالم. الإعلامي عادل الحمادي لم يتحدث قناة عجمان بالمناسبة قناة عجمان الإماراتية لم يتحدث كإعلامي، هو تحدث كمشجع. وإحنا يعني نتمنى أن إحنا نقارعه المعلومة والحجة والرأي، نتمنى أن الحوار يمشي بالطريقة دي، لكن يمشي بإنكار وتركيز على جانب واحد من الصورة دون إكمالها. يعني عملية انه يجي يقول لك رئيس الاتحاد قال لي زمالك والله لو رجعت نفس اليوم هتلعب، يقول لك موجود الكلام ده موجود فيه يا عادل بيه، هل هذا منطقي يصدقه عاقل؟ النادي الاهلي يختار مواعيد مبارياته. هو الاهلي حلف بالطلاق ان انا هلعب او مش هلعب؟ يا عادل بيه عندما كان الزمالك يشارك في الكونفدرالية، ارجع للجدول وارجع للتوقفات، ارجع لهذا الموسم اللي فات. عادل بيه عندما الزمالك، وبعدين ايه الميزة؟ ايه الميزة في انه يقول لك الزمالك لعب والاهلي متخلف 6 مباريات؟ هي دي ميزة لمين؟ ده الاهلي هيرجع تحت ضغط الزمالك. يعني النهارده مباراة أسوان، الزمالك لعبها بعد راحة قد ايه؟ بعد راحة قد ايه؟ كتير. مش زودت العبء على النادي الاهلي؟ طبعا. ها؟ فانت ازاي بتتكلم يعني كلما يتقدم الزمالك في توسيع الفارق هذا ضغط على النادي الاهلي. طب هو النادي الاهلي لما هيرجع هيلعب الماتشات ازاي بقى؟ هيدوله الماتش كل اسبوع ولا هيدوله كل 72 ساعة و 48 ساعة؟ ما هيتضغط. طيب هو النادي الاهلي لما كان بتتأجل له مبارياته كان في الساحل بيتفسح ولا كان بيلعب في افريقيا وبيسافر افريقيا؟ طب في المجمل عدد الماتشات بما فيها التقدم الذي يتقدمه الزمالك في المباريات المحليه التي يلعبها النادي الاهلي في النهايه محلي وافريقي وكاس عالم الانديه اكتر ولا اقل من الزمالك؟ عايزك انت كاعلامي مقدر ان انت كزملكاوي عايز تبص الموضوع كده كما يصل اليك او كما تريد ان تراه، ما عنديش مشكله برضو انك تشوفه كده، لكن كاعلامي بقى خد المواضيع دي وحللها وشوف الكلام ده. هو الاهلي لعب عدد ماتشات في النهايه اقل من الزمالك ولا اكتر في هذه المده الزمنيه؟ طب خلالها بقى مين اللي سافر؟ ده الزمالك لم يسافر. انت بتتكلم الزمالك لعب ماتشين اسوان هنا في القاهره، ماتشين اسوان لعبهم في القاهره. ها؟ بينما الاهلي في الوقت الذي وافق فيه للاهلي
أن يبدل مواعيد مباراته على المحلة عشان يدي المحلة حقها إنها تلعب. ولو أصر الأهلي إنه يلعب ماتش في ميعاده كان لعب ماتشين المحلة في القاهرة لعدم جاهزية ملعب المحلة وقتها. تتخيل بقى لما يفعل الأهلي هذا مع المحلة، مع المحلة يتصور ويروح يخسر. لحظة بس سيبك بقى يا أستاذ إبراهيم من النتائج. لما يعمل كده كان بيتهاجم الأهلي إنه بيحقق له ميزة وقتها. مش إن ده كان فير بلاي والأهلي وافق في الوقت اللي الزمالك ما وافقش الأسوان على هذا الطلب، فلعب الماتش اللي مع اسوان النهارده المره الثانيه في القاهره. في القاهره كان يستطيع الاهلي يلعب ماتشين محله في القاهره. لو يوم ايه يتهموا اتحاد الكوره والاهلي انه بيدلع الاهلي وبيجيب له ماتش المحله القاهره، طب ما عشان يودي الاهلي المحله، ما عملش كده مع الزمالك، او الزمالك ما عملش كده مع اسوان. انت ليه عايز تصور الموضوع بعكسه تماما؟ والله العظيم ثلاثه، لو أردت أن تبحث الأمر كإعلامي هتوصل أنت لنتائج مختلفة تكاد تكون مقلوبة ب 180 درجة. طيب المهندس عدلي بيخاطب الأستاذ علاء عادل الحمادي كإعلامي بقى. طبعا. وكإعلامي المفترض أنا لما بتكلم بمنطق وحجة ورقم وحقيقة تفضي إلى حقيقة لا يتم لا يختلف عليها. من أول ما بدأ الدوري لغاية النهاردة، إذا كان الزمالك لعب في الدوري زيادة 6 ماتشات عن النادي الأهلي، الأهلي لعب 8 ماتشات زيادة، الأهلي هو اللي عنده الرقم الزيادة. إلا إذا كنت عايز تعتبر المشاركة في كأس العالم للأندية أو المشاركة في السوبر الأفريقي أو المشاركة في دوري الأبطال الأفريقي والاستمرار حتى نصف النهائي دي مش مباريات رسمية. لو في منطق لإعلامي عايز يقول الفريق ما يلعبش مشاركات خارجية ويلعب مباريات داخلية، ده حاجة تخصه. أنا بقول لك كرقم، الأهلي لعب عدد مباريات زيادة عن الزمالك. أيوة. الأهلي هو اللي عنده 8 مباريات زيادة مش الزمالك اللي عنده 6. طب استأذنك في حاجة يا أستاذ إبراهيم. بصفتك رجل صحافة. تواصل مع أستاذ عادل وابعت له هذه البيانات. هو زي ما بيتكلم ده متاح، لكن أقدر أبعت لك عدد المباريات بالتويتات لو انت راغب في البحث عن الحقيقة مش عن المشاعر. رقم 2، زي ما المهندس عادل قال، هو اللي بيلعب افريقيا مباراة فيها نفس الفرصة في الراحة للي بيلعب جنب بيتهم؟ يعني الفريق اللي بيلعب في القاهرة ده جنب البيت بعد نص ساعة من المباراة بيروح. الاهلي يا استاذ عادل بيلعب في سان داونز في ادنى اطراف القاره. الزمالك خرج بره القاهره كم مره ويجي لحد الوقت يسافر وينزل ترانزيت في القاهره ويطلع منها على قطر عشان يلعب مباراه السوبر الافريقي ويرجع يومين ثلاثه ويروح مسافر على تونس عشان يلعب الترجي. دي مهام خارجيه، واعتقد انت كاعلامي تعي صعوبه ان انت تلعب في كل هذه الدول والمنافسين مريحين هنا. لكن القضية الأخطر بقى أو المعلومة اللي أكثر إثارة للضحك الحقيقة، واضح إنه الناس بتتغذى بمعلومات غلط. الأهلي قال هلعب مبارياتي في خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي ووافقوا له، ورجع لما المنتخب الأولمبي اتجمع ما لعبش. شوفوا الأهلي ضحك عليهم إزاي ووافقوا له لأنه بيختار مبارياته. تاني يا أستاذ عادل، بالحس الإعلامي البسيط جدا، الأهلي لما وافق يلعب في فترة المنتخب الأولمبي وافق إنه يلعب في فترة الأولمبياد، فترة الدورة الأولمبية. لكن اللي حصل إنه الأهلي تأجل له مبارتين واتقال هيلعبهم بدون لعيبة الأولمبيين وهو اللي وافق. اللي حصل إنه المعسكر لا بس دي مش طلبه يا أستاذ إبراهيم، بس نوضح وأنت هتكمل بس برضه. أصل دي أخطر. هتكمل. لم يكن طلبا للنادي الاتحاد الكورة، قال اللي عايز يأجل في الوقت بدون اللعيبه الدوليه الاولمبيين انا هوافق، ده حق متاح للكل. فاختار الاهلي، قال له انا موافق. عايز تخف ضغط المباريات اللي عندك، ما فيهاش تضحيه من النادي الاهلي بالظبط. عايز تخف المباريات اللي عندك، العب بدون اللعيبه الدوليه، العب بدون الاولمبيين اثناء الدوره الاولمبيه، قال لك انا موافق. اللي حصل ايه؟ دي ميزه للاهلي ولا بس ناخدها واحده، دي ميزه ولا تضحيه من النادي الاهلي؟ خد بالك الاهلي منه 6 لعيبه في المنتخب الاولمبي، بس مش ده الموضوع. الموضوع اللي فيه لبسه عند حضرتك انك بتقول ورجع لما الاهلي وافقوا له بيلعب من غير ما رضيش يلعب، قال لك مش لاعب ووافقوا له. لا،
مش لاعب دي بتاعت اليومين اللي فاتوا معسكر المنتخب الاولمبي اتحط في فتره الاجنده الدوليه. فتره كان المفروض المنتخب الاول هو اللي يعسكر وهو اللي يلعب. مش الاهلي اللي قال مش لاعب، الفيفا اللي قال له ما ينفعش تلعب. ما ينفعش لانه منتخب الاولمبي عسكر في فتره الاجنده الدوليه، فتره الفيفا دي فتره محظور فيها اقامه اي مباريات محليه في اي منطقه. علشان اللعيبه دي مش الفتره الاولمبيه، هو دي مش الفتره يعني الاولمبيه، حصل اللبس عنده. النبي بسطها له تاني عشان خاطر الفتره دي لعيبه الزمالك، فرجاني سافر، ساسي سافر، بن شرقي سافر، ونجم سافر، الراجل بتاع تونس واللعيبه المحترفين بتوع سافر، الجزيري سافر، ولعيبه الاهلي المحترفين قالوا ديانج سافر، و بدر بنون سافر، وعلي معلول سافر. فاصبح الدوري كله وقف، مش عشان الاهلي، عشان دي فتره الفيفا دي. لا الاهلي قال مش هلعب وسمعوا كلامه، لا الاهلي تراجع عن وعده زي ما انت بتقول، ولا الاهلي بتتحط له ماتشات. انت اللي حضرتك واصله لك معلومات غلط، انت اللي باني وجهه نظر على معلومات غلط. وكل ما الزميل المذيع يساله ازاي كده يقول له موجود موجود، كله موجود. كله موجود فين؟ كله موجود على مواقع هذه عبثية. معلش تلخيص، هذه ليست فترة الدورة الأولمبية اللي الأهلي وافق انه يلعب من غير الدوليين فيها، هذه فترة توقف، أجندة دولية ممنوع يتلعب فيها كورة، لأن كل اللعيبة اللي رايحة منتخباتها من حق الأندية تاخدها، بعكس الدورة الأولمبية ان دي اختيارية. فأنت النادي الأهلي ضحى بالقبول في انه يلعب في خلال الفترة الأولمبية. الاتحاد الكورة خد قرار بالنسبة لكل في نادي مصر لعب في الفترة دي عشان يبقى اتعمل للنادي الأهلي ورجع في كلامه، الأهلي ما رجعش في كلامه كده، صح يا عادل بيه؟ يعني احنا لما بنتناقش بالعقل مش بنوصل للحقيقة؟ أرجو أنها تكون واصلة لك، وبرضو يعني أتمنى باستمرار التواصل مع الإعلامي. ده احنا سعينا ان حتى يبقى له مداخله معانا غزي، لان هو بيغذى بعكس اللي احنا بنقوله. ما احنا مقصرين برضه استاذ ابراهيم. يعني لابد نلوم نفسنا. ايوه الراجل، انت لما تشوف الفيديو اللي بعديه تعرف الرابط على طول. ايوه واخد بالك؟ اللي قاله هو في حد هنا قاله في مصر. فالكلام ده يعني لما بيتكرر خلاص بيكون وجهه نظر للي مش اللي مكسل شويه ايه يشتغل. يعني حتى كتجميع معلومات، الجدول اللي حضرتك ممكن تشوفه على الشاشه دلوقتي ده فتر، ده عدد المباريات يا استاذ عادل، عدد المباريات اللي لعبها الاهلي والزمالك السنه دي وفقا للمدد البينيه بين كل المباريات. اتمنى ان انت تقف عند نقطه عدد المباريات اللي اقيمت كل 3 ايام الجايه اخطر بقى. بص بقى، كل اللي لعب كل يومين، كل يومين الاهلي لعب 8 ماتشات بفاصل يومين، الزمالك لعب 5 ماتشات. ارجو انه يكون متابعنا دلوقتي، يا ريت تكون شايف عدد الماتشات اللي اتلعبت في اقل فاصل زمني انساني ممكن، وهو يومين. الاهلي لعب 8 مباريات بفاصل زمني يومين، الزمالك لعب 5. بفاصل زمني 3 ايام الاهلي لعب 8، الزمالك لعب 9. 4 ايام 9 و10، 5 ايام 4 و3، وهكذا حتى النهايه. لو بصيت على عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي، الاهلي لعب 33 مباراه، الزمالك لعب 32 مباراه. فين بقى ان الزمالك مظلوم وان الاهلي بيحط جدوله بنفسه؟ انا بقول لك هي الفكره بس كلها انه الاهلي قبل يلعب، خسر نقاط كتيره جدا، ضحى عشان كان عنده مشاركه افريقيه مهمه. اعتقد الجدول ده يا استاذ عادل كافي جدا مع منطق انه فتره المنتخب الاولمبي اقيمت اثناء الفيفا دي. في النهاية يا استاذ ابراهيم نحن لسنا على خلاف مع احد، خصوصا الاعلامي المحترم الاستاذ عادل الحمادي، ولكنها دعوه للحوار الموضوعي وفقا لمعلومات صحيحه، طبقا لمعلومات وحقائق ومستعدين للتواصل، وان احنا يبقى المناقشه الناس تستفيد منها. لما ممكن مع بعضينا بقى في عاداتنا الخاصة نقول أهلي وزمالك ونقول الكلام اللي احنا عايزين، يعني انت عارف انا ما بحبش التحفيل، لكن لو عايزين نقعد ندردش مع بعض نهزر مع بعض، نهزر مع بعض، نقعد نهزر مع بعض، لكن في الحقائق أرجو أن تقدم الحقائق كحقائق. طب والفرفشة؟ ما هنكمل بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد.
رجعنا لكم متواصلين في خمسة فرفشة، وهي فعلا لما هتتابعوها هتلاقوا فيها حاجات فعلا من النوع اللي بيواجه حالات الاكتئاب الإعلامي الرياضي الفترة ديت، حاجات فعلا تدعو للفرفشة. لكن قبل ما ندخل في جانب الفرفشة، الزميل علاء الحمادي أيضا زميل الإعلام الإماراتي في قناة عجمان، أستاذ عادل الحمادي، شفنا رأيه اللي فات وشفنا قد إيه الراجل باني وجهات نظر ظالمة للنادي الأهلي جدا ومبنية كلها على معلومات غلط، بيستقيها منين؟ ده مش قضيتنا، لكن لما يوصل الأمر لاتهام للمسابقة المصرية والتقليل من شأنها لا يبقى لازم نسمع. أصدر الاتحاد الدولي الفيفا دراسة استقصائية عن قوة التنافسية لدوريات كرة القدم على مستوى العالم، فوجدت أن هناك أربع دوريات في أربع دول هي الأضعف على مستوى العالم من حيث القوة التنافسية، وهي جيبوتي وأرتيريا والسودان ومصر. شو السبب باختصار؟ هذه نتيجة السياسة اللي يتبعها الاتحاد الكرة في مصر. أنا كيف يعني؟ يعني يعاملون النادي الأهلي كأنه هو منتخب مصر، والدوري المصري تأثر يعني؟ تذلل كل خلاص الفريق الواحد ما في تنافسية، دوري الفريق الواحد في مصر اللي هو يعني من 15 اللي سنة الأهلي. إذا كان هذا الكلام أيوه. مال الفيفا بالتصنيف أنه أي واحد يأخذ البطولة خمس مرات متتالية أو ست مرات، هو الأهلي أخذ البطولة خمس مرات متتالية في الفترة الأخيرة، إذن يعتبروه ضعيف. إذن الدوري الفرنسي أيضا ضعيف لأنه باريس سان جيرمان هو المسيطر على. طيب هذا مشكلة مع العكس الدوري الفرنسي ما قاطعت خلينا نتكلم. تفضل عاد. والدوري الإيطالي لابد أن يكون أضعف دوري، لأنه يوفانتوس صار له تسع مرات يفوز بالدوري الإيطالي، هذه لا ليس مقياس للضعف الدوري أو هذا. طيب باشمهندس، يعني انت شفت والمحلل العراقي الكابتن ميثم عادل عمال يقول له ده انفعل عليه لان الحقيقه مش معقوله هنا بختلف بقى يعني اللي فات بتناقش لا يليق يا عادل بيه انك تصف الدوري المصري انه الاضعف على العالم، لانه الحقيقه بمعيارك ده كان يجب ان تضم مش بس باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ والبارسا وريال مدريد كان لازم كل، واليوفي كان لازم تضم كل دول الى الاضعف على مستوى العالم. الدوري اللي انت بتقول لاتحاد كره القدم، كره القدم المصريه والدوري الاضعف على العالم افرز طيب نادي القرن، افرز ان تاني واحد بعديه كان نادي الزمالك، افرز حاليا اخر نسخه ثالث العالم على الأندية. مؤكد فيها تفاصيل كتيرة، لكن معنا على الهاتف من تونس موفد قناة الأهلي الزميل فاروق صلاح مباشرة من منزل السفير المصري السفير إيهاب فتحي. إيهاب فهمي، تفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا أستاذ إبراهيم، وكل التحية للمهندس عادل القيع، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل زي ما حضرتك يعني تشرفت، احنا موجودين حاليا في منزل معالي السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية بتونس، وكان الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة والوفد الإعلامي لبى دعوة معالي السفير لتناول وجبة العشاء وتبادل الدروع هنا في منزل معالي السفير إيهاب فهمي. أدي لقطات تمام فاروق، البعثة لبت الدعوة والكابتن خطيب كرم معالي السفير. بالفعل يا استاذ ابراهيم، الكابتن الخطيب كرم معالي السفير وتبادلوا الدروع، يعني تعذر طبعا انضمام باقي افراد بعثه فريق النادي الاهلي طبعا يعني لفرض، وده كان امر طبيعي لفرض مزيد من التركيز على البعثه بالكامل. فلبى الدعوه الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره موجود طبعا، الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ خالد مهندس خالد مرتجي، الاستاذ محمد سراج الدين دكتور محمد سراج الدين، والاستاذ محمد جمال الجرحي، والوفد الاعلامي المرافق لبعثه فريق
فريق النادي الاهلي. انا ايضا استاذ ابراهيم عايز يعني من خلالك برضو ان انا اقربك من الصوره واطمنك على حاله البعثه. خليني في البدايه اقول لك من خلالنا حصريا من قناه النادي الاهلي, يعني بعد التاكد من الكابتن سيد عبد الحفيظ والدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ثبوت سلبيه مسحه جميع افراد بعثه فريق النادي الاهلي بالكامل, سلبيه المسحه اللي اجريت للفريق اليوم طبعا لاستعدادا لخوض اللقاء. ايضا عايز اطمنك على حاله المصابين. طبعا النهارده اكتمل الفريق كان بالامس طبعا مستر بيتس وموسيماني فضل ان هو يدي راحه لاليو ديانج وعلي معلول لمشاركتهم في اللقاء الودي ما بين تونس ومالي. النهارده اللي كانوا موجودين في تدريب الفريق اللي اقيم على الملعب الفرعي باستاد رادس الاولمبي اللي هيستضيف احداث اللقاء, طبعا اللقاء المقرر اقامته في الخامسه بتوقيت تونس السادسه بتوقيت القاهره. طبعا مستر بيتس وموسيماني النهارده كان بيجرب اكتر من طريقة لعب, وقف على مفاتيح اللعب الخاصة بفريق الترجي التونسي, عقد محاضرة فيديو للوقوف على جميع الإيجابيات ومفاتيح اللعب بفريق الترجي التونسي. النهاردة تقدر تقول بيجرب أكثر من طريقة لعب 4-3-3 4-2-3-1. طبعا بعض الأمور طبعا أكرم توفيق بيجرب يا فاروق 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 محمد هاني فاروق أرجوك ألا تتطرق إلى طرق لعب وفنيات من فضلك, خلينا في الأخبار. تمام. الامور الثانيه استاذ ابراهيم برضو نتكلم على نقطه مهمه جدا وهي الامور الخاصه بحضور الجماهيري, ودي من النقاط المهمه جدا. الجميع كان بيتساءل على الحضور الجماهيري, امر خاص مهم جدا وهي عمليه الحضور الجماهيري. وطبعا الاتحاد الافريقي ارسل النهارده خطاب بالموافقه على حضور 5000 متفرج لفريق الترجي التونسي. طبعا اداره نادي الترجي التونسي حطت بعض الشروط طبعا للجماهير اللي هتكون موجوده في ارض الملعب, أبرز هذه الأمور اللي حاصل على لقاح كورونا. الأمر الثاني هي مسحة البي سي آر اللي بتكون قبل المباراة ب 72 ساعة. أيضا النقاط الثانية النقطة المهمة مسحة الرابيد تيست, ودي إدارة نادي الترجي التونسي تكفلت أنها تعملها مجانا للجماهير, وهتبقى إن شاء الله يعني صباحا من الساعة 8 حتى الساعة 6 عاملاها بصورة مجانية لجماهير الترجي التونسي. من المقرر أيضا أن دخول الجماهير هيكون في تمام الساعة 12 من ظهرا حتى قبل موعد المباراة بساعة. طبعا أسعار التذاكر الدرجة الأولى هتبقى ب50 دينار تونسي, والدرجة الثانية تكون ب30 دينار تونسي. لكن الأمور حسمت يا أستاذ إبراهيم باشمهندس عادلي إن هم 5000 متفرج فقط اللي تم السماح بيهم للدخول للملعب. إذن يعني لا صحة لما تردد إن ممكن الأعداد تزيد تصل إلى 15. لا ما فيش الكلام ده غير صحيح بالمره, يعني تم التاكد من هذا الامر. النهارده الخطاب الرسمي وصل لنادي الترجي التونسي ب 5000 متفرج هو اللي تم السماح فيهم من قبل الاتحاد الافريقي لمسؤول الترجي التونسي. نشكرك يا فاروق على هذا السرد المتميز, وشكرا انك كنت موجود معانا في مزيد من الاخبار باذن الله. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى تونس, واعتقد حتى حضراتكم في آخر المستجدات بالنسبة للبعثة. الكابتن محمود الخطيب طبعا تقديرا لمعالي السفير إيهاب فهمي حرص على تلبية الدعوة, رغم أنه دايما وأبدا حريص على التواجد مع البعثة للمزيد من التركيز من حاول يعتذر يعني حاول يعتذر, لكن تقديرا للسفير وجهوده الحقيقة حرص أنه يكون موجود على رأس وفد النادي الأهلي, وتكريم معالي السفير بعد ما الاطمئنان على الفريق أدى المران حضروا التمرين في الملعب وملعب الجامعة التونسية, ثم انتقلت بعثة الفريق إلى فندق الإقامة, وتوجه كابتن الخطيب وأعضاء المجلس إلى منزل السفير. كنا بنتكلم قبل الفاصل على الزميل علاء أو عادل الحمادي الإعلامي الإماراتي. هنكمل بقى يعني أنت ما تيجي تتهم الكرة المصرية يعني حتى يا اخي ازاي يعني ازاي يصدر يعني هل انا من حق ان انا اعلق على يعني حاجه تخص الاتحاد الاماراتي او اي اتحاد شقيق افريقي او عربي غير يعني ما شفتهاش, لكن هو يبدو ان فهم الكلام بتاع الفيفا بطريقه برضو كما اراد ان يصورها البعض في مصر. ايوه لانه ما انا بقول لكم الناس الكلام كله مبني على الداخل, انت هنا بتروج لحاجات
لما يتقال ان الدوري المصري بهذا الضعف انه يتحط جنب الدوري الصومالي والجيبوتي والسوداني، ليه يا سيدي؟ اصله عشان الاهلي واخد الدوري كل هذه السنوات ومفيش تداول للبطوله كده. سيبنا من فكره هو الفيفا قال ولا ما قالش وقال ايه بالظبط، لكن انا هسمعك كمان راي اعلامي مصري في قناه رسميه في قناه الدوله. يعني هذه الاساءه للمسابقه المصريه مش بس صادره من الخارج. بس انت رد الفيفا هيرد على الاثنين. طبعا. لما تلاقي قناه النيل للرياضه القناه الرسميه للدوله المصريه، القناه الرياضيه الرسميه في تلفزيون الدوله، يتقال فيها هذا الكلام في التقليل من شأن وقيمة المسابقة المصرية بهذا الشكل اللي هنسمعه لمجرد ان الاهلي متفوق وكلام كله مغلوط، نسمعه الاول وبعد كده نشوف. للأسف احنا تصنيفنا او الدوري المصري صنف بان هو الاضعف والأسوأ في دورات العالم، ومعاه جيبوتي ومعاه رواندا ومعاه السودان. لكن التقرير معاييره على المنافسه انه لازم يكون في تداول للبطوله. شاف ان المنافسه في الدوري المصري منافسه ضعيفه، منافسه في اتجاه نادي واحد، منافسه ما فيش حد بنفسه، دايما تنتهي البطولات عند نادي واحد. فعشان كده صنفه من اضعف واسوأ الدوريات في العالم هو وجيبوتي. طبعا شكلها وحش قوي ان نبقى. هل هذا السبب الوحيد ولا في اسباب ثانيه؟ في اسباب تانية كتير. على شكل المنافسه، على شكل التوقفات، على شكل حتى تصنيفاتك في حتى بطولاتك الافريقيه برضو يمكن بتعلي من كفه الكره المصريه، لكن في النهايه ما بترفعش من قيمه الدوري المصري. ففي حاجات كتيره، ان دوري غير ثابت، دوري غير منتظم، دوري محدش عارف بدايته من نهايته، الجدول بيتعمل يوم بيوم، عارف حضرتك عامل اليوميه بيشتغل يوم بيوم. ففي حاجات كتيره معايير وضعها الاتحاد الدولي لتقييم الدوريات في العالم، فطلع الدوري المصري من الاضعف والاسوا لانه في اتجاه واحد. طيب انا عايز اسالك انت عشان بس يعني نلتزم بالموضوعيه الشديده تبقاش وجهات نظر. ايوه. يعني هو كرر تقريبا اللي قاله الاستاذ عادل الحمادي، بس اضاف عليه بعض اعتبارات اخرى، عدم انتظام الجدول. وعدم انتظام الجدول ما احنا كلنا ضده وكلنا عارفين اسبابه، لكن وكلنا قلنا انه ليس قاصرا عن النادي الاهلي، يعني دي مش هو الاهلي المستفيد منه يعني. ووضحنا كلام، يعني هرد عليه بنفس الرد اللي قلناه للاستاذ عادل حمادي، لان الخط واحد واضح التواصل يعني. انا عايز بقى اعرف ايه اللي قاله الفيفا خلي الناس قالت الكلام ده. طيب هو انا المفترض ببني كلام على تقرير ولا على رغبه؟ انت عايز تبص للمسابقة المصرية ان هي ضعيفة عشان انت متضايق ان الاهلي بيكسبها، فتنسب للفيفا انه عمل وسوى وقال وعاد وزاد وعدم انتظام المسابقة. يعني ايه عدم انتظام المسابقة؟ المسابقة وقفت في كورونا، كل دوريات العالم وقفت في كورونا، والفيفا ما قالش الكلام ده خالص. هنشوف بالتفصيل الفيفا قال ايه. لكن قبل ما نشوف الفيفا، على نفس المنطق للأستاذ عادل الحمادي أو للزميل عبد الشافي صادق، مش دي المسابقة المصرية في 16 سنة اللي مضايقاكم؟ ما انتوا استندتوا على 16 سنة. 16 سنة يا أستاذ عادل ويا كابتن عبد الشافي، في 16 سنة المسابقة المصرية اللي انتوا بتقللوا من قيمتها أفرزت منتخب من المسابقة المحلية فاز بكأس الأمم 6 مرات، كانوا سمينه منتخب المحليين. وكابتن حسن شحاته في 2006 و2008 و2010 بنتاج الدوري المصري الضعيف يا كابتن عادل، الاتحاد الافريقي عمل ورشه عمل عشان يجيب مدربين القاره، وبالمناسبه كان منهم بيتسو موسيماني، عشان يتدارسوا التجربه المصريه. ايه المسابقه المصريه اللي افرزت منتخب لعبته تتفوق على صامويل ايتو وديدي دروجبا وكل عظماء الكره الافريقيه المحترفين في اوروبا؟ دي المسابقة المصرية بالمناسبة اللي انتوا بتقارنوها بالصومال وجيبوتي، مع كل الاحترام، بس انتوا جبتوا ده منين؟ ده على المنتخب والنادي الاهلي على مستوى المنتخب ده افرازه. والمنتخب يروح كاس العالم في روسيا من التجربة المصرية المحلية، لكن حتى وانتوا شايفين المسابقة ضعيفة بسبب ان الاهلي بيكسبها. طب هي افريقيا ضعيفة؟ لما الاهلي في 16 سنة يلعب فاينل دوري أبطال القارة 10 مرات
يكسب 7 منهم. هو كده الدوري المصري ضعيف وافريقيا كمان ضعيفه. طب ايه رايك يا استاذ عادل؟ اسيا قارتك الجميله ما انتجتش فريق عمل اللي الاهلي عمله في كاس العالم للانديه. الاهلي ابن المسابقه المحليه المصريه الضعيفه والهزيله في وجهه نظرك. لم يحدث لفريق افريقي او اسيوي راح كاس العالم للانديه 5 مرات. ولا يوجد فريق افريقي او اسيوي بخلاف الاهلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم 2 مرات. بطولة العالم ضعيفة برضه. ودوري أبطال أفريقيا ضعيف. وكأس الأمم الأفريقية اللي منتخب مصر من نتيجة المسابقة المحلية الضعيفة يكسبها 3 مرات. ضعيفة علشان الأهلي متفوق. المسابقة المصرية الضعيفة يا أستاذ علاء يا أستاذ عادل أفرزت لاعب نافس على أفضل لاعب في العالم. محمد صلاح ابن الدوري المصري. محمد صلاح نبغ وبزغ وظهر من خلال الدوري المصري. وخرج لأوروبا وينافس وهو فخر العرب على أحسن لاعب في العالم. هو ابن هذه المسابقة زي النني وزي وردة وزي كوكا وزي حجازي وزي الكثير من نجوم الكرة المصرية أبناء هذا الدوري الهزيل والضعيف في وجهة نظرك. وأفرزت منتخب أولمبي هيلعب في طوكيو. الله يا أستاذ إبراهيم. طب أنا هجيب له من الآخر بقى هكلمه بمنطقه شوية. هو الأستاذ عبد الشافي. الدوري ضعيف وكرة ضعيفة. طب الزمالك ما هو كسب الكونفدرالية السنة اللي قبل فاتت. وبيراميد لعب فاينل كونفدرالية. وأهلي وزمالك لعبوا فاينل أفريقيا. والاهلي كسب افريقيا وثالث انديه العالم. والسنه دي بيراميد ماشي والاهلي ماشي. طيب ازاي الحل والزمالك خد الدوري؟ مش بتقولوا الزمالك هو الاقرب الى الدوري؟ هتبقى المسابقه قويه ولا ضعيفه؟ ده سؤال ساعتها. زي ما اتقال قبل كده هو الكاس ده ايه؟ اول ما هي دايما اضعف بطوله هي البطوله التي يفوز بها الاهلي. واول ما الاهلي كسب اول نادي يكسب الكونفدراليه. ايه الكونفدراليه دي؟ واول ما الزمالك كسبها بقت الاهم. طيب فهو السنه دي الدوري ضعيف عشان الزمالك متصدر ولا الدوري قوي ولا ايه اخباره؟ ده سؤال مهم. زي ما السؤال الاهم هو الدوري المصري في وجهه نظرك بناء على تقدير او تقرير مزعوم من وجهه نظرك علشان الاهلي متفوق فيه فخدوا اخر 5 سنين على التوالي او خدوا 13 مره في ال 16 سنه الاخيره 16 الموجعه. طب هو الدوري التونسي اخباره ايه؟ الدوري التونسي الترجي البطل في اخر 5 سنين زي الاهلي. الدوري التونسي ضعيف؟ الترجي بيلعب سيمي فاينل دلوقتي. بلاش الدوري اهو عرب في عرب ضعاف. وكاس العالم ضعيف يا أستاذ. كأس العالم لما تفوز بيه ألمانيا بجدارة كاسحة مستفيدة من منتخب وطني نتاج المسابقة المحلية اللي البايرن واخد 10 من 10 فيها. أنت استكترت على الأهلي 5؟ ده بايرن ميونخ خد 10 من 10. آخر 10 بطولات للدوري الألماني اللي بموجب وجهة نظرك المغلوطة دوري ضعيف. بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني آخر 10 مواسم زي ما اليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في 9 سنين زي ما باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في معظم السنوات الأخيرة. هل دي دوريات ضعيفة؟ هل بنفس المعيار زي توجو وزي الجابون وزي اللي انت قلتهم مع كل الاحترام لكل الدول جيبوتي والصومال ومعرفش جبت القياس ده منين؟ معرفش جبت القياس ده منين لمجرد ان الأهلي بيفوز بالبطولة فإذا خسرها الأهلي أصبحت بطولة قوية. هل ده منطق يعتد به؟ هل ده منطق يحترم؟ ما احنا ما فتشناش لا في الدوري الاماراتي ولا في الدوري السعودي ولا حقائق الامور ايه عشان يكون الاتهام للمسابقه مش عايزين نوصل المحليه لكده. يعني احنا قلنا احنا ما ننكره على غيرنا مش هنعمله احنا. يعني احنا ليس من اللائق ان نتعرض لاتحادات اخرى. ليس من اللائق صحيح. ولكن انت ودي النقطه هو هنا ما كانش قاعد
كإعلامي، كان قاعد كراجل زملكاوي بيغذى بمعلومات مضايقاه، فعبر عن ضيقه ورد عليه الأستاذ ميسم بشيء من الموضوعية، وإحنا بنتحاور معاه بدون خلاف لكن بحقائق. وتعالى باستمرار فاتحين معك، والأستاذ إبراهيم لو سمحت المعلومات دي ابعتها له. ها طيب، أنا متأكد أنه هو لما يراها ممكن يلتزم بشيء من يعني المنهجية. طب وفي الداخل نبعت لمين ولا لمين؟ لا في الداخل ده أمر، ما هو ده اللي جاي كله في الداخل الفرفاش. طيب يا أستاذ عادل، بلاش رأينا، بلاش رأينا، إحنا منحزين للأهلي، لكن هو إيه سبب تفوق الأهلي؟ مش هنسأل حد في الأهلي، إيه رأيك؟ هنسأل المدير الفني لنادي الزمالك. أظن ميسيو باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك دلوقتي بعد تجربة سابقة مع الأهلي، هو دلوقتي الراجل موجود في الزمالك، واللي سألته قناة الزمالك مش إحنا خالص. إيه سبب تفوق الأهلي؟ هل هي المسابقة الضعيفة، ولا كارتيرون شايف الأهلي إزاي وهو خد بالك مدرب الزمالك وفي قناة الزمالك؟ اعتقد انت ضربت برضو فريق شعبي كبير هو النادي الاهلي، ووصلت معاه لنهائي افريقيا، وكان حضور جماهيري عريض ايضا اعتقد في المباريات. يعني هل عاطفتك بتميل اكتر للزمالك؟ هذا أمر مختلف. الأهلي نعم هو الأهلي منظم بشكل كبير، والأهلي مثل بايرن ميونخ في ألمانيا، الأهلي هو بايرن ميونخ في ألمانيا، إنه آلة، إنه ماشينة، الأكل هناك العمل بشكل منهجي منظم. الزمالك الأمر مختلف، نعم هناك مشاكل إدارية في الزمالك، ولكن هذا هو الوضع. أحد الأشياء التي جعلتني أحب العمل في مصر هو هذا التناقض ربما. طيب أستاذ إبراهيم، عندما تتغلب الحقيقة على الأهواء تقفز من الأفواه. هتجد كارتيرون قال كده، اللي عمال يلقح كان قبل كده في كلام يدغدغ بيه مشاعر الجماهير عن التحكيم والتحيزات والكلام ده، هتجد الكابتن ميدو قال كده، هتجد الكابتن فاروق جعفر قال كده، هتجد ان كابتن حسن شحاته دايما بيقول كده، هتجد الاستاذ ابراهيم عيسى قال كده، هتجد الكابتن حماده عبد اللطيف قال كده، هتجد الكابتن سامي الشيشيني قال كده، هتجد الكابتن وائل الاباني قال كده، هتجد الى اخره. عندما يبتدي الحوار الموضوعي تقفز الحقيقه. يا عادل بيه، هو ده، هو دي الاسباب، هو ده. الناس لما مدرب يعني المدرب يعني عايز يقول، هو طبعا حب يصلحها، قال لك اصل الشغف والكوره، واه الزمالك مش منظم وعنده بعض المشاكل وعدم مش عارف ايه، لكن الاهلي شغف الكون، الاهلي منظم كالآلة. اذا انت عندما تكون مدربا تختار النظام ولا تختار العشوائيه؟ عندما تكون مدربا تختار المنهجيه والاستقرار والمؤسسيه، ولا تختار الشغل كده؟ يعني اسباب النجاح عندما يحللها العلماء يروحوا مع مين؟ يعني يا استاذ ابراهيم، الحقيقه ان الـ الـ الامور ولذلك مقابل كده بقى ايه، عشان للترويج لفكره الـ 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 انك تريحني من الحقيقه وتخرجني من اطار اسباب حقيقيه تؤدي الى التفوق، فتلجأ الى بقى الغيبيات، الى الكوميديات، السحر بتاع الشبرخيت، الى السحر، الى الفكاهه الحقيقه بتاعت صاحبك اللي بعد شويه. مش ده لوحده، ده احنا شفنا ده منهج نماذج، بعضهم فنانين وبعضهم يعني مش عارف اصنف، لكن اتفضل. طيب هي القضيه، هو الفيفا قال ايه؟ هل الفيفا أساء للمسابقة المصرية بهذا التصنيف؟ هل مبدئيا هذا التصنيف حدث؟
أيوة. هل وضع الدوري المصري ولا وضع في أذهان الناس اللي عايزة تقول كده؟ عايز تاخد كلمة. حتى لو قلت لي إن في مواقع كتبت، ما في مواقع كتبت حاجات كتيرة قوي، فده مش معيار يا أستاذ عادل. تاخد الشيء من سياقه. الحقيقة ملك وكتابة مهتم من بدايته بتبني وتشجيع ورعاية النماذج الأهلوية الشابة الواعدة الفاهمة، وأعتقد كتير من الزملاء كانوا نتاج هذه التجربة أو هذا الاحتضان. المهندس عامر العميرة اللي بيتابع تويتر كويس في الشأن الرياضي يعرف عامر العميرة، واحد من الناس النابهة شوية اللي ما بتعديش الكلمة. اتحاد الكرة يقول كذا، يروح رايح جايب له محكمة الكاس قالت يوم كذا، وادي النص بينقب بالحقيقة. منقب ده التعبير الأدق، ده منقب رياضي مش إعلامي رياضي. عشان كده في بداية ظهوره الإعلامي كان لازم أن يكون معانا عشان نسأله بعد سيرش طويل على صفحات الفيفا وموقع الفيفا، هل الفيفا قال كده وحقيقة هذا التقرير إيه؟ معنا على الهاتف المهندس عامر العميرة. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور، ازيك يا استاذ ابراهيم، عامل ايه؟ ازيك يا منقب ومدقق، وتحياتي وتحيات المهندس عدلي. المنقب الرياضي. ايوه. ده مصطلح جديد، المنقب الرياضي. قول لي نتاج تنقيبك وانت اهتميت باللي اثير على تقرير الفيفا عن تصنيف الدوري المصري وكل الدوريات، ايه الحقيقة بالظبط؟ مبدئيا كده فعلا التقرير ده اتعمل في مارس. التقرير اسمه تقرير التوازن التنافسي العالمي، في توازن في المسابقات ولا لا. فالتقرير ده لما اتعمل استعرض كل قارات العالم، يعني افريقيا مثلا اتذكر فيها النادي الاهلي المصري خد البطوله المحليه اخر 5 سنوات واخر 15 سنه حصل عليها 12 مره، واللي حصل على المسابقة في آخر 5 مواسم نادي واحد اللي هو الأهلي، وفي آخر 15 سنة ناديين، واتكتب اللي الأهلي قتل المنافسة مع منافسينه. دي صورة التقرير اللي على الشاشة معاك. تمام. بالنسبة لتونس، لا خلينا الأول نقول يا باشمهندس، يعني التقرير زي ما هو واضح قدامي، الأهلي حصل على البطولة في آخر 5 سنين 5 مرات تساوى مع بايرن ميونخ، لان الجدول حطه انه بايرن ميونخ كمان خد 5 مرات واليوفنتوس خد 5 مرات، تمام، وباريس سان جيرمان 4 والترجي 4 وصن داونز 4 وبرشلونه 3 زي الدحيل القطري وزي الهلال السعودي. اذا ده جدول الانديه الاكثر فوزا ببطولات بلادها في السنوات الخمس الاخيره، مش كده؟ تمام. واخر 15 سنه الاهلي أيوة. حصل 12 مره، بايرن ميونخ حصل 11 مره، واليوفنتوس 9 والترجي 10 وفرنسا باريس سان جيرمان 6 وفي تونس الترجي حصل 10، جنوب افريقيا كان سان داونز اخر 15 سنه 7 مرات، في اسبانيا برشلونه خدها 9 مرات اخر 15 سنه، والدحيل القطري خدها 7 مرات اخر 15 سنه، وفي السعوديه الهلال حصل 6 ألقاب اخر 15 سنه، مانشستر يونايتد حصل على 5 ألقاب اخر 15 سنه. فكل المسابقات الدوري الالماني بايرن ميونخ اخر 15 سنه 11، الاهلي 12. لو هم شايفين، هو التقرير ما ذكرش ان الدوري المصري ضعيف، هو ذكر ان الدوري المصري الاهلي قتل المنافسه مع منافسينه. ايوه. بنفس الوضع في المانيا بايرن ميونخ قتل المنافسه، وفي اسبانيا برشلونه 9 مرات اخر 15 سنه، وايطاليا وفينش 9 مرات. فلو الدوري المصري ضعيف هيبقى الدوري الايطالي ضعيف والالماني ضعيف والفرنسي ضعيف والاسباني. بالظبط. التقرير فلسفته يا باشمهندس كان التركيز على انجازات الدول الفرق اللي قتلت المنافسه او قدرت تفوز بالبطوله بقوه، اكتر من استعراض الحاله التنافسيه للبطوله نفسها. تمام. وما ذكرش التقرير ضغط الماتشات، هو اتكلم على في دول المسابقه فيها ما انتظمتش زي في افريقيا، ظروف حرب، كورونا، مسابقات اتلغت، ما ذكرش خالص ضغط المباريات. قال لك في خلال ال 15 سنه اللي فاتت، هو ما حددهاش 15 سنه، حددها مواسم. يعني في دول اللي هم اخر 15 سنه، هم مش 15 17 سنه بس، تم فيهم 15 موسم.
هو عاملها بالمواسم الرياضيه عشان في ناس عند يعني احنا في موسمين ما تلعبوش او ثلاثه تمام، وفي دول لغت عشان كورونا، وفي دول افريقيه لغت عشان حروب اهليه، وده مذكور في التقرير. ايوه. وفي المعلومات بقى اللي انا في الجدول ده حضرتك موجوده بالدول كامله، يعني ايطاليا والمانيا، والتقرير بالقارات وعدد الفرق المشاركه. يعني مثلا في افريقيا عند حضرتك جزر القمر مثلا الدوري بتاعها ثلاث فرق، اكثر فرقه ليبيا 25 فريق في الدوري. في اوروبا الدوري الليتواني ثمان فرق واكثرهم 20 فريق في اسبانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا، كل ده في التقرير. كونكاكاف عندك ثلاث دول في جزر توكال و23 في الولايات المتحده الامريكيه كفرق. وعند حضرتك في اوروبا اسيا هوتان سبع فرق، في العراق 20 فريق، في الاوكيانوس جزر كيكاو اللي هي تبع نيوزيلندا ست فرق، وباباو غينيا الجديده 13 فريق. فهو ذكر لحضرتك امريكا الجنوبيه اقل دوري 12 فرقه في البراغوين، 28 في الارجنتين، يعني هو كمان ذكر القارات وعدد الفرق الاقل فين والاكثر وكل الدوريات، كم فريق في كل دوري على مستوى كل فرق العالم. يعني التقرير جايب كل حاجه عن كل فرق العالم، وفي احصائيات البطولات عدد النقاط اللي الاهلي حصلها والفرق الثانيه. هو كل اللي يعنينا عامر باشمهندس انه قد تلقف البعض هذا التقرير واراد ان يطوعه لاغراض خاصه باتهام الدوري المصري بالضعف، وان يعني السبب مجامله الاتحاد للنادي الاهلي. حضرتك يا باشمهندس لو تعرف ان التقرير ده 272 صفحه، تم اقتصاص ثلاث اسطر منه اللي هو الاهلي قتل المنافسه وما فيش هو قتل المنافسه ليس ضعفا للمنافسه ولكن لتميز الاهلي وتميز بايرن وليفنتس وسان جيرمان. يعني هذه ليست عيوب في هذه الانديه، والناس اللي فاهمه انها عشان ما تقتلش المنافسة لن تضعف من فرص الفرق اللي بتفوز، ده تصور غريب جدا. يعني الـ الـ يبقى نكتف الفرقة دي بقى عشان غيرنا يكسب، لكن هذا ليس لصالح كرة القدم. الكل عليه أن يتفوق بجدارته إنه يسعى. ما هو دي برضه حالات الدوري الأسباني، لأنه برضه برشلونة في آخر خمس سنين واخده ثلاثة. أيوة سيدي لا ما هو لا هم عارفين طبعا، خلي بالك المناقب ودي المانيا، يعني هي هتلاقي اتباعا. خلاص الاستاذ عامر خرج. طب يا باشمهندس. لا ما حضرتك يا باشمهندس. باشمهندس انت بتقول التقرير 272 ورقه مش كده؟ تمام. هل ورد في ثنايا هذا التقرير بشكل او باخر الربط بين مصر الدوري المصري والدوري الجيبوتي او الصومالي؟ لا هو اتقال ايه؟ الدوري الجيبوتي هو مش الجيبوتي، هو الدوري المالي والدوري غينيا الاستوائيه اخر خمس سنين حورية كوناكري حصل على الدوري خمس مرات، فكاتبين برضو اللي اخر خمس سنين الدوري حورية مسيطر على الدوري، وفي مالي ملعب مالي مسيطر على الدوري زي ما اتقال في ايطاليا. فاللي خد التاز ثلاث اسطر من 272 صفحه، يعني خد كلمتين وساب التقرير، ساب ال 272 صفحه التانيين. والدوري الصومالي بص حضرتك الدوري الجيبوتي في اخر خمس سنين في فريق حصل عليه ثلاث مرات، واخر 15 سنه سبعه، هو مش ضعيف. يعني ثلاث مرات ده زيه زي البارسا، زي الدوري الاسباني، يعني الدوري المصري. ايه علاقه ده بقوه الدوريات لم يتساوى ده. ده دي احصائيه. وتعبير قتل المنافسه ده بيترجم حاله ان في انديه قدرت تسيطر على الالقاب. ايه علاقه ده باتهام الدوري بالضعف؟ اتفضل يا باشمهندس. في مازيمبي كونغو الديمقراطية، مازيمبي آخر 15 سنة حصل على الدوري 10 مرات، هو مازيمبي ضعيف؟ 10 من 15 واخد تاني كأس العالم، لما صعد كأس العالم حصل على المركز التاني. واخد 10 بطولات آخر 15، ده مش ضعف في المسابقة قد ما هو قوة الفريق. ما أنا بوصل وبتميز في أفريقيا، حضرتك خد الدوري المصري وروح خد أفريقيا زي سبع مرات هتبقى متميز يذكروك، مش معنى للدوري. تعالى ناخد مثل عشان الناس تفهم. هو بولت لما
يعني كان ملك المسافات القصيره. أي. وصاحب الارقام القياسيه في كل من 100 متر تقريبا ل 800 متر، لا 400 متر. أي. تقريبا هذا قتل المنافسه، قتل المنافسه اللي ما حدش عارف يغلبه. ايوه لحد ما طلع حد غلبه. اه بيغلبه بايه بقى؟ ان يكسر رقمه، مش يغلبه ان هو يعوره انه يكسره او انه يشدوه يكسر رقمه او يمنعوه من المشاركه. او يحطوا له مخدر. طول ما هو قادر يكسب كان بيكسب. كارل لويس نفس الشيء، كان في سباح فيليبس ده جنن العالم كله، ما حدش عارف يغلبه. هو ده المانشيت اللي زمان اعتقد الاستاذ حمد النحاس لا يحاسب الاهلي، بيقول لك على تفوقه اللي حصلني كسرني. يا اهل الله، يا اهل الخير يا باشمهندس. نعم معاك. يعني الواضح انه اللي حب ياخد بشكل انتقائي من تقرير الفيفا 232 او 272 صفحه، حب بدل ما يقول ان التقرير ربط الاهلي ببايرن ميونخ وباليوفنتوس من الأكثر تفوقاً على مستوى العالم، الأكثر تفوقاً في البطولة على مستوى العالم، ربطوا بما يراه ضعف الدوري المصري فراح لجيبوتي والصومال. طيب كان يقدر يروح للدوري الألماني والدوري الفرنسي. والدوري يعني المصري لو ضعيف مش هتحط صور لعبة الأهلي في التقرير مع جنب لعبة بايرن ميونخ ديدوفينسكي وكريستيانو رونالدو محطوط عند حضرتك في التقرير، حاطين حمدي فتحي وحسين الشحات في التقرير مع اللعبة دي. لو انت دور لعيب مش هيذكرك او هو بيتكلم عن حاله. انت قوي فوصل مثلا في التنس، نادال واخد بطولات قد ايه؟ التنس ضعيف ولا نادال هو اللي متميز مثلا؟ لا ما هو لو اتكلمنا في المنطق ده منطق رياضي بسيط يعني، بس للاسف الغرض مرض يا باشمهندس. باشمهندس عامر العميرة شاكرينك على نتيجه هذا التنقيب كمراقب رياضي زي ما اصطلح عليك المهندس عادل. شاكرين جدا، شكرا جزيلا للمهندس يعني عامر العميرة. بص انت هتاخد اي شيء من سياقه وتاخده في المعنى اللي يريحك. يعني انت عايز تهاجم الدوري عشان نادي الاهلي بيكسب، خدها بقى في السياق ده. لكن لو خدتها في السياق ده مرحب بهذا الضعف الذي يضعني كتف بكتف مع البايرن. التقرير مهدى لقناه النيل للرياضه، قناه الوطنيه الرسميه، قناه الدوله، لانه ما يصحش اللي يتقال فيها يكون في إساءة للمسابقة المصرية زي ما بيحصل من إعلامي منتمي في الخارج، ويكون المسألة كلها إساءة إلى دوري كلنا بنعتز بيه وكلنا بنأمل دايما وأبدا في دعمه وفي الاستفادة من ثماره اللي انتوا شفتوها أنتجت قد إيه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل زي ما وعدتكم نحاول نضحك شوية مع المهندس علي. أهلا بحضراتكم جديد، متواصلين معاكم خمسة فرفشة، أهم ما لدينا للأدب عظمة لسانه. وقلت لكم خمسة فرفشة في البداية هدفها إن احنا نحاول نحط المهندس عدلي في مود هادي شوية قبل ما يدخل في المود بتاع المباراة والتركيز قبل ماتش الترجي. طب الناس احتارت مع الأهلي، الفيفا حطه في تقريره رأسا برأس مع بايرن ميونخ ومع اليوفنتوس ومع باريس سان جيرمان كأكثر الأندية فوزا بالبطولات المحلية في دولها في آخر خمس سنين. الناس مسكتتش اللي قالك الدوري المصري ضعيف زي جيبوتي وزي الصومال، مع كل الاحترام لكل الدول. لكن تطلع بقى تقليعة جديدة، هو الأهلي لو لعب في أوروبا يطلع الكام؟ يعني بصوا الافتراضات دي من سلسله من الاسئله الافتراضيه. لو كنا لعبنا مع البايرن كنا عملنا ايه؟ ايوه قال لك طب لو كان الفريق هو اللي لعب البايرن مش الاهلي، وعملوا تحليل للحاجه المحتمله شكل تخيلي. ففي الشكل التخيلي ده الزميل احمد جمال سال ضيوفه من الزملاء الصحفيين عن الفكرة دي اللي طرحها المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الزميل عمرو الدردير، واتفقوا من البداية الفقرة دي مش بجد، الفقرة دي للفرفشة وراحة أعصاب المهندس علي. نشوف إن النادي الأهلي لو لعب في أي دوري أوروبي هيبقى في المركز الأخير، هيبقى في المركز الأخير، وإن النادي الأهلي أنتوا بتضحكوا على الناس وبتدغدغوا المشاعر.
هل انت متفق فيما قاله؟ لا هو وجهه نظر وانا هحطها حل ال انا بسالك سؤال معلش هل انا بسالك سؤال هو ده هو اللي بيقوله ده صح؟ بسالك سؤال هو الراجل الراجل اتكلم على فكره سيف قال له نفس السؤال ده والراجل رد ايه الراجل رد قال له انا مقتنع بالكلام ده وجهه نظر لا هو حسب هيلعب في انهي دوري عمرو والله بتكلم ما هو هيلعب في انهي دوري في اوروبا يعني الدوري السويسري مثلا هيلعب في اوروبا نفسها ده اللي في الدوري السعودي والدوري المغربي في دوريات اوروبيه ضعيفه خلينا عمرو الدرديري وعلاء عزت هم يعني سيف زاهر جايبهم بيعملوا فقره فاني فانا مش حابب لا بسالك المتحدث الرسمي مش لازم يقول كده ما هو انا بقول لك انا مش حابب ده يضايق النادي الاهلي انا بص انا مش حابب ان هو عمرو الدرديري كمتحدث لنادي الزمالك يبقى في الوضع ده في الوضعيه دي والله اه طبعا انت معترض على ده اه طبعا انا بتكلم على وجهه نظرك الاعلاميه كاعلام كبير لا انا بكلمك هي الوضعيه ان انت تبقى فيه انت جايب اتنين عشان تضحك الناس بيهم ده يقول جم وده متحدث رسمي لا يليق لا يليق لا يليق بوجوده في الفقره دي بالطريقه دي تحدث رسمي نادي الزمالك تطلع في وقت معين تتكلم بشكل معين بتمثل كيان كبير اسمه نادي الزمالك بطريقه معينه في الرد وبتكون يعني قوي في ردودك فكره بقى ان انت تضحك الاستاذ علاء عزت قابل هو كاركتر بتاعه يمشي كده طب. هو مش ممثل لنادي الزمالك طيب نتكلم بقى على الفنان هشام اسماعيل اولا هو الراجل كان بيتكلم عن بنته يعني هو هيجيب كيس الشيبسي مش لبنت عادل القيعي ولا بنت ابراهيم المنيسي هو هيجيب كيس الشيبسي لبنته فمن حقه ان هو كيس الشيبسي اللي يجي لبنته يبقى الحاجه اللي بتعجبها بنته والحاجه اللي بتعجبها هو بتحبها انت مش هتفرض عليا تقول له اصل انا الوجهه التسويق يا عم سوق للي يخصك يعني انت راجل عندك قلعه تسويقيه وراجل وكيانك وبتاع في الجزئيه طيب باشمهندس يعني ما يخص المتحدث الرسمي لا يعني هو في كذا نقطه في الموضوع ده بس هبتدي بالاخر هو فعلا ما بيجيبش كيس الشيبسي لبنت عادل القيعي على ابراهيم منيس ده بيجيبه لبنته طب ما يروح يجيب كيس شيبسي ما لهوش حاجه بتضايقه هو حد قال له لازم تجيب ده دي يعني دي مثلا لكن الاستاذ الحقيقه ايهاب الفولي لمس نقطه يعني رغم انها قالها بقسوة يعني قال ان دي يعني الفقرة مضحكة او للاضحاك وانا ما كنتش اتمنى ان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك يتحط في الموقف ده يعني انها تبقى حاجة فان يعني انا هاخد الموضوع اللي طرحه طبعا دي وجهة نظر هو يرى ان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ما لازم يبقى فيه وقار ويبقى فيه لانه بيعبر عن نادي الزمالك وده حقيقي والمتحدث الرسمي على الاهلي متحدث رسمي لاي حاجه لازم يتسم بوجهه نظر مؤسسته مش وجهه نظره الشخصية. هو الشخصيه انه داخل يعمل فقره هو لسان حال مؤسسته لا هو لو هو مش المتحدث الرسمي يبقى خلاص حلو بيقول وجهه فيها نظر. لا مش وجهه نظر فيها شقاوه ويعني بتعمل فقره فن لكن انا هتوقف عند كلمه أصل ده المتحدث الرسمي عندما يقول لو النادي الأهلي اشترك في دوري أوروبي هيطلع الأخير هو أراد أن يسيء للنادي الأهلي وما تطلعوش فيها قوي فبدل من يسيء النادي الأهلي وأساء إلى النادي الذي يمثله بدرجة أكبر ليه؟ لأن إذا كنت هتسيء للنادي الأهلي اللي الفيفا لسه بتقول لك قتل الروح التنافسية وهو الأول على مستوى العالم في الفوز بالبطولات آخر السنين اللي فاتت دي مع بايرن ميونخ ومع غيره امال انت لو انت بتشاف ان النادي الاهلي يطلع الاخير البطل يطلع الاخير اللي بعد منه يطلع ايه بقى انت اسأت الناديك يا سيدي هو الفن هنا ايوه يعني انت اسأت الناديك ما تنجرفش في انك تعمل افهات لان الافهات دي ما انتش عارف هتوصلك لايه يعني ده اللي انا كنت عايز عليه اما مساله الشيبسي وبتاع الحقيقه لا ما يعني وانا لو بجيب لأولادي هم كبروا على ان انا اجيب لهم حاجه زي كده يعني لكن يوم ما هجيب لهم هروح اجيب لهم حاجه تخص الاهلي فعلا فاللي يروح يجيب لاولاده زمالك يجيب حاجه تخص الزمان يعني في حاجات تانية موجوده ضروري في حاجات تانية تضحك اكتر لا اللي جاي بقى هو عايزك تمسك الجيم الكبير عايزك تمسك عصاك والنبي وانت بتتفرج على الفيديو اللي جاي للمراجع. انت بتشبه لعيبه النادي الاهلي بلعيبه عاديه في زيها زي المقصه زي الجون ما هي اللعيبه العاديه دي كسبت الزمالك في النهائي طب ايه المشكله ما عادي طب وايه المشكله ما المحله كسبت الزمالك زي يعني الكره قفشه دي مش ضربه حظ عادي
زي جون زكريا نصف اللي حطه زمان حظ في الزمالك، فاكره الجون اللي حطه بعد المأمور. الاهلي محظوظ على الزمالك جدا، بس محظوظ ازاي؟ بفعل فاعل. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي انا لو حطيت لعيبه الاهلي دي بنفس السيستم في وضع زي اللي حاصل في نادي الزمالك، اللعيبه دي تنزل درجه ثانيه. كان الاهلي، هو الاهلي فضل الاسماعيلي فعلا؟ هو الاهلي اي لما هو بيفضل عايز يفضل عايز يبوظ بيراميدز دلوقتي، هو اي فرقه هو بس الاسماعيلي؟ لا هو موضوع كبير يعني، مش موضوع الاسماعيلي بس، لا لا قصه اكبر من كده. ايه موضوع تقرير الفساد اللي الفيفا عملته عن ان الدوري المصري من اضعف البطولات في المنافسه او التنافسيه؟ بيقول لك بيقول لك والصومال، هل تعلم ان الصومال اقوى مننا؟ اصل اقول لك على حاجه، لما تيجي انت في الفيفا تبص تلاقي فريق واخد 45 دوري، وفريق واخد 12 دوري، وفريق واخد 2 دوري، طب ايه الفرق ده؟ الاهلي الاقوى. لا مش الاقوى، مش مفيش حاجه اسمها اقوى. طب واحد اهلاوي يقول لك ازاي انت بتقول كده والنادي الاهلي هو صاحب الحظ الاوفر في بطولات افريقيا، وان الاهلي واخد اكتر عدد من البطولات، يعني برضه هو حتى في افريقيا 9 بطولات برضه في حاجه مش مظبوطه؟ طبعا في حاجات مش حاجه واحده في الكاف. اه طبعا، انت خلي بالك لو الاهلي وبصيت على البطولات اللي خدها، الثلاث بطولات اللي خدتهم قبل كده، كل المباريات بتاعته دور يعني لما تيجي في القرعه ذهاب واياب، ذهاب واياب بتبقى الماتش التالي بيبقى فين؟ في القاهره مثلا. دي حاجات. اقول لك على حاجه تاني، انت هل تعلم ان القرعه بتبقى ليها نظام معين؟ اقول لك ايه اللي بيحصل في القرعه. هل تعلم ان الكور دي بتبقى فيه كره سخنه وكره ساقعه؟ والله العظيم بكلمك، انت بتقول الكلام ده كله على مسؤوليتك. اه طبعا، بيجي مثلا ياخد الكره السخنه يقول لك يجيب لك الاهلي ويجيب لك ويجيب لك ايه ويجيب لك البتاع ده ويقول لك الفرقه الضعيفه تبقى كره سخنه، الفرقه القويه تبقى كره ساقعه. وهذا الكلام على مسؤوليتك، على مسؤوليتي. كره فيها ايس كريم، كره فيها عشان يعرف فيها ايه، عشان تقدر تحسها السيم يعني الكود. يا خبر ابيض. لا طبعا احنا دي مسائل وصلت الى مراحل والله العظيم. يعني انت كنت مستكتر على عمرو الدرديري يقول لك الاهلي لو لعب في اوروبا يطلع الاخير، ده الراجل ده قال لك لو لعبت الاهلي راحت الزمالك ينزلوا درجه تانية. ليه يعني العيب في الزمالك مش في اللعيبه، لان اللعيبه مع الاهلي اللي ينزلوا درجه تانية يروح ياخدوا البطولات دي كلها. اللعيبه هنا نفس اللعيبه هنا واخدين البطوله، مش واخدين بالهم بيقولوا ايه والله. قال لك كن فعون احمد جمال بيحاول يعمل. وبعدين لا قال لك ايه؟ قال لك في كره سخنه وكره ساقعه. لما بيجوا يعملوا القرعه في افريقيا، وكان افريقيا دي دايما وابدا اللي بيعمل القرعه حد اهلاوي. بس ما هو برضو النظريه تقدر توصل لكده، ان اللي بيعمل القرعه باستمرار في افريقيا يخلي ماتش العوده بتاعه الاهلي في القاهره. قال لك طب بص على المرات اللي خدوا فيها البطوله، ومش واخد باله ان الاهلي جاب البطوله من الصفاقس من تونس، وجابها من القطن الكاميروني في كتوي او جروه الكاميرونيه 2008، وجابها من الترجي يعني، وجابها قبل كده من كذا دوله افريقيه كانت فيها الكره فيها ايس كريم ولا كان فيها دولسي بالظبط. وبعدين ايه فكره ما هو ده جون بالصدفه؟ قال لك اصل ده حظ بفعل فاعل. ايه فكره ان الحظ؟ طب انت بقى اللي لا الامور دي يعني ما تقعدش تتوقف. لا يعني انا مبسوط انك حطيت العنوان ده الفقر، لان ما ينفعش يتاخد الكلام ده طبعا بالجديه. ولا حد هياخده ولا هو بس بنقول للناس شوفوا الامور وصلت لفين، ولا زملكاوي هياخدوا الكلام بالجديه يعني. طبعا ده مش معقول، لان احنا وصلنا كده لمرحله صعبه قوي. طب واللي جاي كمان ايه تاني؟ يعني انت عايز تقول ان موسيماني قال للاتحاد الافريقي يا احمد؟ مش قال للاتحاد، هو الاسماعيلي الاتحاد الافريقي. معلش يعني موسيماني مش هيتكلم ولا يقول كده يا استاذ احمد، يعني ده اداره، ده شغل اداره الاهلي، ده شغل يعني الاهلي بيعرف يشتغل بره المستطيل الاخضر؟ والله اسال الاستاذ المهندس عبد القيعي، هو عارف الكلام ده يعني، عارف، هو اللي قال الكلمه مش انا، هو اللي قال احنا بناخد البطولات بره المستطيل الاخضر يعني. فانا ما بقولش انا حاجه. هو ما قالش ان احنا بناخد، هو ما قالش ان قال قال يبقى لا هو قال ان بطوله الدوري لن تحسم الا خارج المستطيل يعني. هو كله هي نفس المعنى، عيش بملح وملح بعيش زي ما بيقولوا يعني. لو قارنت ما بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والكابتن محمود الخطيب في الاداره، مين يكسب؟ مفيش مقارنه. مش عشان انا احب مرتضى او انا ما احبش الخطيب، لا مفيش مقارنه. خلي بالك ان مرتضى عمل طفره. مفيش مقارنه؟ مفيش مقارنه طبعا. لصالح مين؟ لصالح مرتضى طبعا. مرتضى مفيش فرق، مفيش مقارنه بين مرتضى والخطيب في الاداره. في الاداره بس الخطيب ذكي
يعني بيعرف يكسب المواقف حتى لو هو غلطان. واحد اهلاوي يقول لك ازاي انت بتقول الكلام ده، تتقاسب البطولات. انا خلي بالك انا باخد مكان الاخر، انا فاهم يعني لازم اناقش او احط وجهه نظري انا اخرى. لما تبقى بطولات بطولات يعني ايه؟ يعني بطولة افريقيا دي مش بطوله؟ بطولة افريقيا دي لا برضه فعل فاعل القضيه ممكن دي ما لا 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 ما وجعتكش. ما احنا عندنا البدري اضرب يا بدري، وعندنا الخامس بتاع سان داونز، حاجات كتير يعني، مش حاجات قضيه ممكن ومش قضيه ممكن، عادي. احنا الماتش احنا راكبينه الماتش كله، ده مباراه حظ سبحان الله يعني حظ. طبعا بس الاهلي كان الاهلي استحقها. لا ما استحقهاش طبعا، الزمالك اللي هو الاحق في البطوله دي. شخصيه اضرب يا باشمهندس، شخصيه جميله. ليه؟ لانه هو حتى يعني يقول لك هم عندهم القضيه ممكن دي جابت بطوله للاهلي على حساب الزمالك، لكن اضرب يا بدري دي الزمالك استفاد منها. احنا عندنا اضرب يا بدري وعندنا خمسه سان داون يعني. انت مين؟ يعني انت في التحفيل يعني. ايوه ما هو الجميل في الموضوع ان ربط الامور ببعضها، هي قعدت يعني هو عايز يقول هي المساله في الاخر تحفيل مالهاش دعوه بالجديه يعني. يعني وبعدين في تقييم الامور لا 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 لا، الخطيب عامل ايه؟ مش بالانجازات؟ طب الخطيب لا يقارب بمرتضى بالانجازات اللي هي ايه؟ طب ما قالوا بالبطولات، قالوا بطولات. طب بالانشاءات، طب عايز تقصها بايه؟ عايز اعرف يعني عايز تقصها بايه؟ وانا لا لا يعني مش عايز اقحم كيانات زي الاستاذ مرتضى وكابتن الخطيب في هذا الامر، يعني ده امر يعني انا يعني اربق بان احنا نزج باسماء. ده قياده كرئيس نادي الزمالك، وده راجل رمز واسطوره وقياده في النادي الاهلي. اما الانجازات والبتاع ده في مليون معيار يا عم، الكلام ده يتعمل بيه. بس محظوظ بفعل فاعل، محظوظ بفعل فاعل ومنصوب بالكسره. انت جبت الكلام، جبت الكلام ده كله ازاي؟ بفعل فاعل ومفعول به. ده محظوظ بفعل فاعل والتاني محظوظ بمفعول به. لا الحقيقه يا جماعه، شوفوا الامور وصلت لفين، شوفوا الامور في الاعلام الرياضي وصلت لفين. احنا كان ممكن وكان سهل جدا على فكره، وربما كان الافضل ان احنا ما نجيبش الحاجات دي، بس دي حاجات موجوده على السطح الاعلامي اللي بيحاول القائمون عليه او فيه الاساءه للاهلي وربطه باي حاجه والتشكيك في اي حاجه. خلي بالك الاستاذ احمد جمال وهو بيحاول مثلا ينبهه الحاجات، حتى لو سيبك من الغرض. لا انا هقول لك، لا احمد جمال بيفتح له، لانه لما بيقول له قبل ما ياخدوا لعيبه الاسماعيلي، لا ده ما يفرغوا الاسماعيلي يا جماعه، ادمت قوي بقى، لانه دي برضه الناس بترددها. التلات ارقام اللي انا نفسي كل واحد يتكلم على الاهلي فرغ الاسماعيلي من لعيبته، يفتكر ثلاث ارقام، ثلاث ارقام بس. الاهلي خد من الاسماعيلي في تاريخه 17 لاعب، رقم 17. طب الاسماعيلي خد من الاهلي كام؟ 29 لاعب او 27 لاعب. الاهلي خد 17 من الاسماعيلي، الاسماعيلي خد 27. طب الزمالك كمنافس بقى خد من الاسماعيلي كام لاعب؟ الاهلي خد 17، الزمالك خد 29 لاعب. 17 27 29 17 19 الزمالك خد من الاسماعيلي 19 لاعب، سوري 19 الزمالك خد 19، الاهلي خد 17، والاسماعيلي خد من الاهلي 27 لاعب. يعني الاهلي الاقل استخداما للاعيبه الاسماعيلي مقارنه بالزمالك، بس الفرق ايه؟ والفرق بيوجع بصراحه، هي دي المشكله الحقيقيه. الاهلي كمناخ وكسيستم وكآلة زي ما وصفه كارتيرون قادر على توفير فرص النجاح لأي لاعب يجي له. مبدئيا اللاعب اللي جاي هو فرص نجاحه أعلى. قال لك إن اللاعب اللي لو خدتهم هنا ينزلوا درجة تانية، هنا ياخدوا بطولة. طيب هو اللي قال. بس العيب يبقى هنا. هو مش واخد باله، مودي نفسه في حتة تانية خالص. إذا لما تيجي تقول للأهلي خد لعيبة من الإسماعيلي، والإسماعيلي خد لعيبة من الأهلي، والزمالك خد اكتر من الاسماعيلي، بس الناس اللي جت الاهلي لقت المناخ خدت المناسب بطولات. خدت بطولات فنجحت فبانت، فالناس اتضايقت منهم فرجعوا يقولوا فرغ الاسماعيلي. على الرغم ان كل وابرز النجوم اللي خدناهم يا خدناهم بشراء مباشر من نادي الاسماعيلي يا من أندية أخرى، بعضهم في اوروبا وبعضهم في الخليج. وقالوا لك انت عملت كباري بقى
عملت كوبري لغايه بلجيكا ومديته لتركيا عشان تجيب احمد حسن بعد 10 12 سنه. يا جماعه شويه شويه من العقل والنبي، لان اللي شفته ده كله كانت فرفشه. لما تمتد لناس مثقفه يبقى في حوار تاني بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا ازاي ممكن المعلومات المغلوطه توصل بمستوى التفكير لغايه فين، وازاي الاهلي يبقى له هذا التصور عند الناس، وللاسف اعلاميين او يفترض ان هم بيوصفوا بالاعلاميين. لكن لما الامر في حته ربط الاهلي بالزمالك باستمرار، الاهلي الزمالك عنده مشكله، ربنا يسهل ويساعد القائمين عليه ان هم يحلوها، يتقال ليه الاهلي؟ طب ما هو الاهلي، وكانه اثاره المشكله بتاعت الزمالك مقرونا بالاهلي يحلها، الربط مع الاهلي يحلها. مثقف وسيناريست بقيمه دكتور مدحت العدل برضه مستخدم نفس المنطق، وهو في ضيافه الاستاذ خير رمضان. نشوفه. 256 مليون فلوس للفيفا، ميزانيه اكتر تصل ل 400 مليون. بص انسى كل انسى كل الكلام. خليني بس اكمل معاك. طب كمل. ارض مش قادر تبني، فلوس مسحوبه من بنوك من الشركات والايجارات، كل ده كل ده ما تسمعوش واللعبة. لان كل ده كلام جرايد، لان وقع الامر ان مرتضى منصور مسدد قسط الارض بتاعته. انا ما جبتش سيره فلوس الارض، انا قلت ارض عايزه تتبني. طب هو الاهلي بنى يعني؟ لا. طيب خلاص ما ايوه انت بقى لك المده القانونيه هي ليه اتسحبت؟ اسمع بس، هو انا كل ما اكلمك عن الزمالك ما الاهلي ما تسيبنا اتكلم. اتفضل. انت مش عايز تسيبنا اتكلم. انا ما جبتش سيره الاهلي. اولا ما انت بتكلمني على نادي فبرد عليك بنادي اللي زيه. انا عايز الاهلي عليه فلوس للدوله والزمالك عليه فلوس للدوله وجميع الانديه. انا ما اعرفش ان الاهلي عليه فلوس للدوله. طب اذا ما كانش ما كانش الاهلي عليه فلوس للدوله مش حاجه تاني البرنامج ده. طب كل انديه مصر مديونه للدوله للتامينات والضرايب وخلافه. كله 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 كله. حضرتك نادي زمالك بكل هذا الحب وانت عارف ادق التفاصيل الموجوده في كل ملفاته، اذا اصبح الدكتور الدكتور مدحت العدل رئيس لنادي الزمالك، ايه هي اولويات نادي الزمالك؟ يجب ان يعامل معاملة النادي الأهلي. في إيه؟ بتقول لي شركة وي طالعة النادي الأهلي، شركة وي دي شركة خاصة ولا شركة تبع الدولة؟ تبع الدولة، قطاع أعمال حاجة كده يعني. يبقى لازم شركة وي طالعة الأهلي زي ما طالعة الزمالك. طب ما طالعة الإسماعيلي وطالعة المصري. ما تقرع اللي أنت عايزه، أنا ماليش علاقة، أنا بتكلم على الأندية. أنت تعتقد إنها بتعمل كده؟ ولا بتعملها بمعايير هذا النادي بطولاته قد ايه؟ لا 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 لا, لا انسى انسى اللي انت بتقوله ده. لان اللي انت اللي حضرتك بتقوله ده ما ده بتحصل ده كلام الاعلام. لا انت عمرك شفت البي بي سي بطلع نادي ارسنال؟ طيب هنا نقدر نتكلم بجد شويه، وبكل الاحترام والتقدير لكل اصحاب الرؤى المختلفه. هو حتى الاستاذ خير رمضان قال له هو انا كل ما اسالك على الزمالك تقول لي الاهلي؟ قال له هتروح تسالني عن النادي هسالك ارد عليك بنادي. وهي هنا المشكله، لدرجه انه الدكتور مدحت العدل يقول له الزمالك ما بناش الارض، قال له الاهلي ما بناش. الاهلي ما بناش؟ الاهلي ما بناش انهي ارض بالظبط؟ الاهلي والزمالك اخذوا في يوم واحد ارض 6 اكتوبر، ولما اتسحبت من الاثنين لاسباب مختلفة خاصة بوزارة الإسكان وقتها تم تخصيص أراضي بديلة. الزمالك ما بناش حاجة تخصه، حتى وإن كان دفع الفلوس بس اتأخر في الإنشاء حسب اشتراطات وزارة الإسكان، دي حاجة تخص الزمالك بس. يا دكتور مدحت، والأهلي ما بناش إيه بالظبط؟ ده الأهلي بنى الشيخ زايد في عهد الكابتن حسن حمدي، واستكمل البناء وافتتح المكان المهندس محمود طاهر، وبيعمل إضافات كبيرة وتوسعات إنشائية مهمة جدا مجلس الكابتن محمود الخطيب. فقصدك ما بناش إيه بالظبط؟ يعني ما بناش الشيخ زايد بجد يعني؟ ده الأهلي بالمناسبة بنى التجمع وهيفتتحه في شهر 10 اللي جاي، يعني افتتاح المرحلة الأولى من مقر الأهلي الجديد في الشيخ في التجمع الخامس هيبقى في شهر 10 اللي جاي. فأنا مش فاهم، علشان الزمالك ما بناش يبقى ما الاهلي ما بناش، بس ما قالش ما بناش ايه. لو تقصد ما بناش الاستاد دي قضيه تانية خالص، لان الكلام للزمالك على فرع اكتوبر وده حاجه تخص الزمالك ما تخصش الاهلي.
زي بالظبط الزمالك عليه فلوس. لا 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 ده كلام جرايد. لا مش كلام جرايد، اللي قال كده السادة مسؤولو نادي الزمالك دلوقتي، هم اللي أعلنوا الأرقام إذا كانت كبيرة أو صغيرة هم اللي أعلنوها، مش النادي الأهلي برضو إنه يتقال ما هو النادي الأهلي مديون. لا أنا عشان أكون أكثر حرصا في الجزئية ديت، قبل الهوى سألت الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، قال لي رقم واحد أرض الشيخ زايد إحنا سددنا مقابلها بالكامل، دي مدفوعة وملك الأهلي ما علناش، والأرض مملوكة للنادي الأهلي. أرض التجمع الخامس إحنا بنسدد الأقساط بتاعتنا في مواعيدها المتفق عليها. ده حمام السباحة هنا في الشيخ زايد. أه اللي ما اتبناش لسه. اللي قطعت العشاشة دي يا شباب في الشيخ زايد. فالأهلي ما بناش إزاي؟ الأهلي مش مديون. أستاذ خالد الدرندلي قال لي إحنا سددنا كل التزاماتنا عن كل حاجة تخصنا للدولة. الأهلي موقفه الضريبي سليم 100% ومسدد التزاماته، موقفه من التأمينات سليم 100% ومسدد التزاماته. دكتور مدحت يروح بقى برنامج الأستاذ خير رمضان تاني أو لا ده حاجة تخصه، بس الأهلي له مديون والأهلي بنى وافتتح ووسع وبيتوسع في الإنشاءات. جزئية بقى الشركة الراعية ليه تدي الأهلي ما تديش الزمالك تاني؟ ما هي دي قيم تسويقية. هو أنا دلوقتي دكتور مدحت لعد الراجل منتج كبير، يعني هي الفكرة مش بيدي عشان أهلوية، يعني بيدي الاعتبارات التسويقية خاصة بتقييم الموقف الإعلاني، لا كدوه ولا منحة ولا هبة ولا دي إزازة زيت في بطاقة التموين. الزمالك ياخد أكتر من الإسماعيلي، الأهلي ياخد أكتر من الزمالك، الإسماعيلي ياخد أكتر من الاتحاد. مؤكد كل شركة راعية عندها قيمها وعندها تقييمها، مش فكرة ان الاهلي بياخد يبقى التاني مظلوم، لانه مؤكد ان الدكتور مدحت العدل في شركة الانتاج اللي خاصة بيهم لما بيدي اجور الفنانين في اي عمل سينمائي من المؤكد ان الاجور متراوحة ومختلفة، كل حسب قيمته في تقديره هو كمنتج واهميته في الشباك بالنسبة له هو مش بالنسبة لحد تاني. ارقام السوق بتقول له ايه بيدي لانه منتج، فالشركة الراعية بتدي هذا النادي أو ذاك قيمة معينة وفقا لاستحقاقه في القيم التسويقية. إنما تسألني على الزمالك هرد عليك بالأهلي، دي مسألة غريبة ومش هتحل مشاكل لا للزمالك ولا حتى مفيدة للجمهور في الشارع. باستمرار الزمالك عمل كذا يبقى الأهلي عمل كذا، لا الزمالك في بعض المواطن والمواقف يستحق الإشادة ولا يستحقها الأهلي، الأهلي يستحق اللوم ولا يستحق الزمالك والعكس. ليه باستمرار لدرجة إنه الزمالك ما بناش؟ طب ما الأهلي ما بناش وتعدي كده ما بناش إيه ما عرفش. نتمنى فصل الأمور عن بعضها علشان على الأقل المشاكل تتحل. الزمالك عنده مشاكل، ربنا يساعد المجلس الحالي برئاسة الكابتن حسين لبيب يحلها، لأنه باستمرار إحنا بنقول مفيش أهلي قوي بالشكل الكافي بدون زمالك قوي، ودي كلها أجنحة الرياضة المصرية اللي بتستخدمها. نتمنى إنه الأمر بالذات عند ناس عندها قدر من الوعي والثقافة يكون واضح شوية. كان الحلقة اللي فاتت استعرضنا حجم الإنفاق هنا وهنا على الفرق الرياضية، والكابتن ميدو قال لك حجم الإنفاق والالتزامات المالية بالنسبة لفرقة الزمالك قد إيه والأهلي قد إيه. فالمسألة مش مسألة، هي مسألة كيفية إدارة الأموال. إنك أنت يعني معظم يعني لو الاهلي مثلا عنده لعيبه ما خدتش مستحقاتها واشتكيت كان هيبقى عليه يعني غرامات، عليه عقوبات من الاتحاد الدولي. طب هو بيعفي بالتزاماته، ما عشان كده ما حدش اشتكاه لا مدرب ولا لعيب ولا اي حد، لان واخدين حقوقهم. فالمساله يا جماعه عشان نتكلم بجديه، مساله كل واحد يشوف مشاكله هيحلها، هيفكر في مشاكل غيره هيفكر في غيره مش هيحل حاجه. بالظبط ده المنطق. زي بالظبط بمناسبه حتى المشاكل الناجمه على عقود اللاعبين، لان دي اثيرت الزمالك بيدفع، طب ما الاهلي بيدفع، وجبنا لكم الرد من ميدو نفسه انه ما ينفقه الزمالك على فرقته اعلى بكتير جدا من قيمه تعاقدات الاهلي، والاهلي رقم 3. بس كمان ميدو، ودي مناسبة مهمة إن احنا نراجع بعض في جزئية
هل الكلام لما بتقوله في مرحلة بيفضل ثابت لمرحلة تانية ولا لا؟ قضية سقف عقود اللعيبة، لأنه أثيرت فيها مسؤولية مجلس إدارة النادي الأهلي ومدى تأخر الأهلي في الجزئية ديت. ميدو يطالب الأهلي برفع سقف العقود، نفكره سياسة النادي الأهلي إن هو حاطط سقف لرواتب اللاعبين ومش عايز إن هو يعليها علشان هو عارف البادجت اللي هو شغال فيها. تمام. لكن النهارده ظهرت قوة شرائية جديدة في الماركت المصري. مزبوط. في السوق المصري. مزبوط. أنا الأهلي أنا كبير. صح؟ ما ينفعش أبقى أنا تحت حد، ماليش دعوة بقى الفلوس دي جاية منين، جابوها منين، صرفوها منين، محدش قال الأهلي بتجيب الفلوس منين في وقت من الأوقات، ولا الزمالك ولا تمام ولا. يبقى النهارده أنا في عمر لازم أعمل إيه؟ عشان أقدر النهارده أواكب القوة الشرائية الجديدة اللي ظهرت في الماركت لازم أعلي سقف رواتب اللاعبين. يا جماعه زمان ما فيها اولى وفئه ثانيه ولا كل واحد على فكره بس الاهلي ما فيش فيها اولى وفئه ثانيه. آه. ما فيش فيها اولى وفئه ثانيه ازاي اللعيبه ما تعرفش ده خد ايه وده خد ايه؟ ما فيش. صدقني ما فيش. ما هو ده انا بس ميدو عليه بقول له المفروض تبقى 1 تو 1 ولا حاجه اسمها سقف رواتب. النهارده انا في نادي دخل بيعلي عليا، انا الاهلي والزمالك لازم ابقى في الليفل بتاعهم، غير مقبول ان انا ابقى تحتيهم. طيب اعتقد انت كنت ضيف في الحلقه دي واخد بالك، وانا الاهلي لازم سقف يعلى ومحدش يعلق عليا ولأي مدى ممكن. ده كان منطق ميدو، كان معاه كابتن حسام غالي في استوديو أبو ظبي أعتقد، وكان المهندس عادلي على التليفون وقتها. كان الكلام ارفع السقف يا أهلي، أنت الأهلي محدش يجب أنه يزود عليك. بس لما انفجرت قط اللبس في الزمالك بسبب رواتب اللاعبين، ميدو نفسه اتكلم على الأهلي. قط اللبس بتاعت النادي الأهلي مظبوطة عشان في عدل، في عدل. اكتر لعيب بياخد في النادي الاهلي فلوس، انا بقول لكم اهو، علي معلول 900 الف دولار. بعديه بيجي الناس اجاييه برضو 850 الف دولار. ارقام كلها قريبه. في لعيبه واخده فلوس قليله، عقودها تتعدل عشان يبقى في البالانس، البالانس موجود. هي دي النماذج المحترمه اللي بتنجح، اللي بتشتغل صح. واوعوا تستهونوا بان تضرب سقف رواتب اللاعبين. ضرب سقف رواتب اللعيبه في انديه عالميه اعلنت افلاسها. على فكره الكلام اللي بيقوله ده مش جديد، بس كان وقتها ما كانش بيتقال على اللعيبه، كان بيتقال على المدربين. يمكن 15 سنه اتذكر ان قالوا اذا ما اتحطش حلول للمواضيع الرواتب ده انديه هتعلن افلاسها، لان المسائل مش وعشان كده الاتحاد الدولي كان بيصر او اصر او ما زال يصر على السلامه الماليه. السلامه الماليه، وعلى فكره استاذ عبد الشافي في اللقاء بتاع النيل ده ذكر السلامه الماليه وقال ان لابد من تطبيق هذا المعيار، وانا الاوان ان احنا نطبقه، وده اللي بننادي بيه. محدش يا جماعه يمارس كره القدم الا اذا كانت التزاماته تغطي ايراداته، تغطي التزاماته. ويقول من ايه مصدر الدخل؟ فاحنا انا الاوان لهذا الامر لضبط الاداء، لان الامور لو تثبت كده في خطوره فعلا. انا الاوان لضبط الاداء، وانا الاوان للاعتذار للاهلي وللكابتن الخطيب لواقعتين مهمتين. ده مش كلامنا، ده كلام الزميل سيف زاهر. الاهلي عامل سقف للاعبين الدولي والمحلي. السقف ده لو اللاعب بيكلم الكورة مش هيدفعه، مش هيدفعه. ودي الحقيقة اللي كانت ضربة معلم من الكابتن محمود الخطيب. امتى؟ امتى ابتداها؟ مع عبد الله السعيد، وابتداها مع رمضان صبحي. ابتداها ليه في الحالات اللي انا بقولها دي؟ لان كان ممكن في وقت من الاوقات عبد الله رجع تاني قال لا، عبد الله لو رجع بالارقام دي انا هبوظ فرقة واكسب لاعب، ما ينفعش. ما كانش الاهلي ساعتها عنده بديل عبد الله، ولكن الخطيب اختار الطريق الصعب، ولكن هو الطريق الصح. اكسب دلوقتي واخسر قدام، ولا اخسر دلوقتي واكسب قدام؟ اقدر ادفع فلوس الفريق واقدر اغطي الالتزامات الماديه، ولا اعمل صفقه دلوقتي اعمل بوم واكسر الدنيا وفي الاخر ما اقدرش ادفع؟ كلنا وقفنا ساعتها وقلنا لا يا كابتن محمود، كان لازم تاخد عبد الله السعيد. النهارده هو اللي صح، لان النهارده لو كانت الارقام راحت في كده
كانت الامور اختلفت. فازمه رمضان كل الناس قالت الاهلي يخش ويزود، الاهلي وقف وقال هو ده السقف لاني برضو بشتري فريق. الفريق ممكن يكون خسر لاعب ولكن كسب الفريق فكسب البطولات. الكلام ده مهم جدا 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 لانه وقتها اثير طب ما ايه مشكلته، ما هو هيدعم في هذه الصفقات وخصوصا صفقه عبد الله السعيد، الكابتن عبد الله السعيد. وانا طلعت مع الكابتن مدحت شلبي وكان في وجود الكابتن علي ماهر وكانوا يعني مش موافقين على موقف الاهلي ما يدفع طالما انه هيتساعد وهيدعم. وانا كان ليا رد بسيط جدا ساعتها، الاهلي بيفكر انه يدير باقتصادياته، الدعم ياتي عشان يحقق دعم لكن ما يحققش اداره، يعني ما يبقاش هو المصدر اللي انت بتعتمد عليه فقط. فكان ينبغي ان النادي الاهلي يفكر ان انا هل اقتصادياتي هتتحمل تداعيات رفع الرواتب بعد كده لو قبلنا هذا الكلام ولا لا؟ لا، كابتن الخطيب واداره الاهلي تقديرها ان ده كان هيعمل حاله من الارتباك المالي الكبير والفوضى في عقود اللاعبين. ومن ثم كانت التضحيه وقتها ما كانش عندنا هذا الزخم من اللعيبه ولا لسه دعمنا ولا عملنا حاجه. أيوة. بالعكس ده احنا دفعنا ثمن دي موسم مهتز شويه. بتضحي باحسن لاعب في الفريق حفاظا على الفريق. فانت انت انت لا بتضحي عشان اقتصادياتك لازم هي اللي هي السلامه الماليه. بالظبط. من الاخر كده. المعيار ده مهم. انت بتلزم نفسك بيه قبل الاتحاد الدولي، ما اقوله لك ليه؟ عشان تعرف تتمسك باهداب الاداره السليمه. الحمد لله الايام بتيجي واللي كان بيعارضك دلوقتي بيقول لك لا كويس انك عملت كده. لان هو ده الصح. الاهلي بيدار بسيستم بمنهجيه خلت كارتيرون يعترف بيها رغم انه في اوقات كتير كان بيلقح كلام برضه. واخد بالك؟ خلت ان ناس كتير تطلع تقول والله ده اللي بيميز النادي الاهلي. وده اللي بنرده بقى على الاعلام اللي مش مندمج معانا في الخارج، انه يجي يطلع على هذا الكلام كله ويعرف لماذا لا الاهلي بيتجامل، بالعكس بالعكس الاهلي يتم التحامل عليه كثيرا. المجاملات ما بيدفعلوش فلوس، ما بتتكسرلوش نظم، ما فيش حاجه. الاهلي لا يجامل، بالعكس الاهلي بيتحمل لانه عارف انه بطل والبطل لازم يتحمل. وشيء رائع انه ياتي الانصاف سواء من الكابتن ميدو او للكابتن سيف زاهر للاهلي بناء على التجارب، لانه دايما وابدا اي قرار يظل قرارا ما تقيموش الا بنتائجه، مرهون بالصواب والخطا، مرهون بالسلب والايجاب الى ان يقيم. لما يؤتي ثماره سليمه او مره بيبدا القرار يتقيم. فشيء كويس انه يكون الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بعد كل اللي تعرضوا له ابان ازمه عبد الله السعيد، وازاي الاهلي بيضحي باحسن لاعب، وازاي ده حصل، وازاي ده حتى الفتره الاخرانيه. وانا فاكر وقتها الكابتن اول الموسم بتاع رمضان اخطر، والكابتن الخطيب وقتها في قضيه عبد الله السعيد كان قراره مش هيكمل في الاهلي تاني حفاظا على الفرقه وحفاظا على ضوابط النادي، وقد كان. تعرفوا انه بعد كده الاهلي يتفوق، يجلب الاهلي بعد كده صفقه مهمه لشغل نفس المركز محمد مجدي قفشه، يحقق مجدي قفشه القضيه ممكن فيصبح ملء السمع والبصر، وصاحب القضيه ممكن الصديق العزيز والمعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي استضافوا الزميل الاعلامي تامر امين وسالوا عن مباراه السبت الاهلي والترجي. عصام الشوالي ترجاوي الاصل اهلاوي الهوى، لكن ده رايه طبعا، والناس كلها تعلم انك تونسي الجنسيه لكن نعلم كمان انك اهلاوي الهوى، فهتبقى موقعه صعبه، لكن بقراءتك الرياضيه ترشح مين للوصول الى النهائي؟ الترجي والنادي الاهلي هي اكبر مباراه في كره القدم الافريقيه، هو الكلاسيكو الافريقي، هو اللقاء الذي سيلعب يوم السبت ان شاء الله للمره 21، وهي اكثر مباراه تكررت في تاريخ الكؤوس الافريقيه. تقاليد الانتصار، ثقافه البطوله موجوده في الفرقتين، التحذير من الادارتين نفس الشيء، مباراه مفتوحه لكل الاحتمالات، حضور جمهور الترجي اعتقد ضروري، واعتقد انه باش تفرق المباراه بالجمهور
من عدم حضور جمهور الترجي. صح. لأنه الأهلي تاريخيا دينا كان عنده سوبر ستار، الخطيب في السبعينيات حمل معاه المشعل طاهر أبو زيد، جاء بعد حسام حسن ثم بوتريكا والآن أفشى. الترجي نجمه الأول دائما كان الجمهور كابتن. أحسن. فبالتالي أعتقد أن حضور جمهور الترجي عنده 50% من النجاح. المباراة فنيا مفتوحة لكل احتمالات، الفرقتين قويين، كما الأهلي يقدر يربح في رادس كما الترجي يقدر يربح في القاهرة، باش تلعب على جزئيات بسيطة. نعرف أنه موسيماني مدرب يعني لا يجازف باش يلعب الحذر، وأنا أبصم أنه بالنسبة لي أنا كتونسي 1-0 تكفي الترجي وتكون ممتازة جدا جدا بمناسبة مباراة الإياب. الأهلي طبعا حسابات أخرى أكيد باش يحاول يخطف جول يسهل مباراة ملعب السلام في الإياب، لكن كابتن الحقيقة في سيمي فاينل إفريقيا ترجي أهلي ما تقدرش تتصور من سيفوز، مرتبطة بفورمة اليوم وجزئيات الماتش وأيضا الحظ. يعني لو لعبت يا زهر بتلخص الكلام كله، وأنا موافق على الكلام ده. مباراة مفتوحة لكل الاحتمالات، موسيماني لا يجازف، ده الخط اللي هو حطه. يعني هو وصف ان مش ديربي، انما وصف انها المباراة الاهم واللقاءات الاهم في السنوات الاخيرة، كلاسيكو افريقيا. كلاسيكو افريقيا دي مباراة مهمة جدا، كل التمنيات فيها بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وكل التمنيات انه مطلب النادي الاهلي للجهات المسؤولة في الدولة والاتحاد الكورة ووزارة الشباب والرياضة بالموافقة على الحضور الجماهيري في مباراة العودة يوم 26 إن شاء الله، ثقة من الأهلي وتقديرا لكل الدعم اللي بيلقاه دائما وأبدا من الجهات الوطنية اللي دائما وأبدا بتدفع وتدعم وتساعد كل من يساهم في إسعاد الشعب المصري وتحقيق البطولات. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.